بسم الله الرحمن الرحيم ازيكم يا شباب عاملين ايه يا رب تكونوا كويسين وبخير وفي احسن حال انا اسمي ابراهيم صبحي في الفرقه الثالثه هنشرح مع بعض النهارده باذن الله محاضره البيبتيك السر طب هو يعني ايه اصلا البيبتيك السر انا مش عارف الكلمه دي اصلا معناها ايه اقول تعالى كده واحده واحده ونعرف الحكايه من اولها يعني ايه كلمه بيبتيك السر بس قبل ما نبدا ما تنساش تدعي لزمايلنا ربنا يغفر لهم ويرحمهم يا دلوقتي احنا هناخد الديفينيشن اوف بيبتك ألسر، تعالى بقى ناخد احنا على جنب كده نشوف يعني ايه الكلمه دي، وبعد كده نقرا الديفينيشن، دلوقتي انا عندي المعده بتاعت حضرتك لو بالشكل اللي قدامك ده، المعده دي حضرتك لما بتاكل الاكل بينزل من المن... من الانبوبه الطويله دي اللي هي اسمها الاسفجس بينزل يقف في المعده هنا في الاستومك، تمام، طب انا المعده دي هتعمل ايه يعني؟ المعده عايزه تهدم الاكل اللي ينزل لها، فبتفرز عليه حاجه اسمها الاتش سي او حمض المعده، اسمها ايه؟ الاتش سي الاتش سي ده مهمته ان هو يهضم الاكل اللي انت اكلته واللي واقف في المعده دلوقتي هتقولي ماشي فين المشكله يعني الموضوع حلو اهو كله تمام اقول لك ما هو زي ما ليه ميزه الاتش سي ال ده ان هو بيهضم الاكل ليه عيب ان ده حاجه شديده الحموضه فيري اسيدك ايوه يعني فين المشكله برضو ما هو لما يكون شديد الحموضه انا عندي جدار المعده ده البطانه بتاعت المعده اللي هي باللون الاصفر دي البطانه بتاعت المعده بنسميها الميوكوزا الميوكوزا دي لو الاتش سي ال وصل لها بيعمل لها تاكل بيسبب لها تاكل فانا عندي الHCL ده لو وصل للميوكوزا دي بيعمل لها تاكل فنتخيل مثلا ان هو وصل للحته دي فهيعمل تاكل في المنطقه اللي انا عملتها لك باللون الاحمر شايف انت بقى المنطقه اللي حصل فيها تاكل باللون الاحمر دي, دي احنا بنسميها السر بنسميها كرحة يبقى البيبتيك ألسر دي معناها بالعربي قرحة طب يعني ايه برضو قرحة يعني منطقة في الميوكوزا بتاعة المعدة حصل لها تآكل لان الحمض بتاع المعدة اللي هو HCL وصل لها فسبب لها تآكل يبقى انا دلوقتي لما اجرب definition of peptic ulcer هيقول لي هو عبارة عن ايه هو عبارة عن disease طب ما كلنا عارفين ان هو disease سبب الديزيز ده ايه ان هو الميوكوزا بتاعه المعده وصل لها ال HCL ف تاكل في الميوكوزا فتكونت القرحه اللي احنا بنتكلم عليها يبقى اس ديزيز ديو تو لوس اوف انتجريتي اوف ميوكوزا اوف جاسترو انتستاينال تراكت الميوكوزا بتاعه الجاسترو انتستاينال تراكت حصل لها تاكل طب تعال نشوف بعد كده القرحه دي ممكن تحصل فين طبعا كلنا عارفين ان القرحه بتحصل في المعده المعده اهي اول مكان كلنا عارفين ان القرحه ممكن تحصل فيه هو القرحة ممكن تحصل في حتة تانية غير المعدة؟ اه عارف انت الأنبوبة الطويلة اللي فوق المعدة دي اسمها ايه؟ اسمها المريء أو الأسوفيكس ممكن يحصل فيها قرحة عارف انت الجزء اللي بعد المعدة ده ده اسمه الديودنم اللي هو الجزء الأولاني من السمول انتستين من الأمعاء الدقيقة ده ممكن يحصل فيه برضو ايه؟ ممكن يحصل فيه ألسر أو قرحة يبقى انا دلوقتي لما اجي افتكر السايتس او الاماكن اللي ممكن يحصل فيها قرحه اول حاجه انت فاكرها طبعا هي المعده تطلع فوق شويه وتنزل تحت شويه تطلع فوق شويه هيقابلك الاسوفاجس تنزل تحت شويه هيقابلك مين الديودنوم يبقى انا اول حاجه السايد بتاع الالسر ممكن تحصل في الاستومك ممكن تحصل في الفيرست بارت او في الجزء الاولاني من الديودنوم اللي تحت او اللور بارت اوف اسوفاجاس اللي هو الاسوفاجاس اللي فوق ممكن تحصل في اللور بارت بتاعه اللي هو المنطقه دي كده يبقى انا دلوقتي عرفت ايه هي الاماكن اللي ممكن يحصل فيها قرحه طب ايه هي بقى الكوزز بتاعه الالسر ايه هي اسباب الالسر انت قلت لي ان السبب بتاعها هو الاتش سي صح بس في حاجات ثانيه اخوات للاتش سي ال ممكن برضو يسببوا ان القرحة دي تتكون زي ايه اول حاجة احنا قلنا الاتش اس ال اللي احنا عارفينه البيبسين انزيم البيبسين فاكره اللي كان بيهضم البروتينات ده برضو لو موجود بيسبب تاكل وبيعمل قرحه الان سيز الان سيز دي عباره عن ادويه اسمها نون ستيرويدال انتي انفلاماتوري دراجز فلو واحد عنده قرحه وبياخد دواء من الادويه اللي هي نون ستيرويدال انتي انفلاماتوري دراجز دي بيساعد في ان القرحه تكبر وتزيد ما بيساعدش ان القرحه تخف معنى كده الان سيز دي كمان بتسبب قرحه الاتش بايلوري ايه هي الاتش بايلوري دي؟ عارف انت جرثومه المعده اللي كلنا بنسمع عنها؟ جرثومه المعده هي جرثومه المعده دي هي الاتش بايلوري، الاتش بايلوري دي لاقوها من اخطر الاسباب اللي ممكن تكون الالسر عند الناس، يبقى اي شخص مش اي شخص بس معظم الاشخاص اللي عندهم جرثومه المعده بيكون عندهم قرحه في المعده بسبب الاتش بايلوري اللي موجود عندهم وطبعا السموكنج مش محتاج اقول لك ان هو هيزود القرحه طبعا من غير ما اقول كلنا عارفين ان السموكنج بيسبب زياده في القرحه بتاعه المعده او الالسر شايف انت الخمس حاجات دول اللي احنا قلناهم دول دول كلهم بيزودوا الالسر فبنقول عليهم خط الهجوم بيهجموا على المعده بتاعتي وبيكونوا الالسر اللي انا مش عايزه تتكون فاحنا سميناها ايه خط الهجوم وطالما في خط هجوم يبقى لازم يكون في خط دفاع بالظبط خط الدفاع ده بنسميه البروتكتيف فاكتور خط الهجوم كنا بنسميه الاجريسيف فاكتور اجريسيف يعني حاجه عنيفه اما بروتكتيف يعني حاجه بتحمي فبنسميها خط الدفاع ايه هو خط الدفاع اول حاجه معانا اسمها الميوكاس الميوكاس دي بتبقى طبقه من المخاط يعني انا دلوقتي لو عندي جدار المعده بالشكل ده كده بيترسب عليه طبقه من المخاط هنا كده فبتحمي جدار المعده واقفه قدامه كده شبه السور فتخلي ال HCL ما يعرفش يوصل للجدار بتاع المعده اللي هو الميوكوزا الاصفر ده اللي هو الميوكاس واقف زي السور قدام الجدار بتاع المعده فبيحميه من ال HCL يبقى الميوكاس كده اول حاجه عرفناها طب تاني حاجه البايكرب ايه البايكرب دي البايكرب ده عباره عن حاجه قاعديه مش ال HCL ده عباره عن حمض اه طب انا لو عايز اعادل الحمض اجيب له ايه اجيب له حاجه عكسه وعكس الحمض قاعده فانا بجيب له البيكرب اللي هي عباره عن بيز قاعده عشان تعمل نيوتراليزنج للاسيديتي الاسيديتي اللي عاملها ال HCL الحموضه الشديده دي عايز اعمل لها تعادل فهجيب له هجيب قصاد الحمض حاجه قاعديه اللي هو البيكرب واخر حاجه معانا اللي هو الجود بلاد فلو لما يكون التغذيه الدمويه اللي رايحه للمعده كويسه وسليمه ده هيساعد من سرعه شفاء القرحه اللي موجوده في المعده يبقى اول حاجه الميوكس ثاني حاجه البيكرب تالت ثالث حاجه التغذيه الدمويه السليمه او الجود بلاد فلو للاستومك بعد كده بيقول لك ان من اهم الاسباب اللي ممكن تكون بيبتك السر عند الاشخاص اول حاجه الهيليكوباكتر بايلوري اللي هي الاتش بايلوري اللي قلنا عليها فوق اللي هي جرثومه المعده وتاني حاجه الان سيدز برضو اللي قلنا عليها فوق فهو بيعيد الكلام اللي هي النون ستيرويدال انفلاماتوري دراجز. بعد كده بقى تعالى ناخد ازاي ال HCL ده بيتكون في المعدة او ايه هي الخلايا المسؤولة عن تكوين ال HCL في المعدة ركز معايا بقى في الحتة الجاية دي عشان الدقيقتين اللي جايين دول هم يعتبروا المحاضرة لو فهمتهم فانت بقيت المحاضرة بالنسبة لك هتبقى تمام انا دلوقتي لما اجي اخد قطاع في المعدة بلاقي المعدة شكلها عامل كده حتة ماشية كده وبعدين كأنك نزلت حفرة وطلعت تاني الحته اللي نازله حفره دي بنسميها الجستر الجراند مش مهم المهم ان هي فيها مجموعه من الخلايا اول نوع من الخلايا عايزك تعرفه اسمه برايتل سيل والبرايتل سيل ده اللي مسؤول عن انتاج الاتش سي ال اللي احنا بنقول عليه طب بعد كده بعد البرايتل سيلز عندي حاجه اسمها تشيف سيلز اسمها ايه شيف سيلز والشيف سيلز دي مسؤوله عن انتاج انزيم البيبسين اللي احنا اتكلمنا عليه طب وثالث حاجه عندي ثالث حاجه اسمها الجي سيلز وعلى اسمها جي يبقى بتنتج الجاسترين اللي هو بحرف الجي انا عندي جي سيلز بتنتج الجاسترين اخر حاجة عندي نوع من الخلايا تعالى نرسمه الناحية التانية اسمه انتيرو كرومافين سيلز بنختصره اي سي تعالى نشوف اسمه انتيرو كرومافين سيلز بناخد الاي e وناخد السي فبنقول عليه انتيرو كرومافين الانتيرو كرومافين ده مسؤول عن ان هو يفرز لي مادة اسمها الهيستامين وهنتكلم عليها بعد شوية ونعرف بتعمل ايه المادة دي انا عندي دلوقتي الجاستريك جلاند او القطاع اللي خدته من المعده لقيت فيه اول نوع من الخلايا اللي هو البريتال سيلز وده المسؤول عن انتاج الاتش اس بعد كده لقيت فيه التشيف سيلز وده اللي مسؤول عن البيبسين بعد كده لقيت الجي سيلز اللي مسؤول عن الجاسترين واخر حاجه لقيت الانتيروكرومافين سيلز اللي هي مسؤول عن الهيستامين تمام في معلومه بس زياده عايزك تعرفها ان الجاسترين السيلز اللي موجوده هنا دي في منها برده زيها موجود فين؟ موجود في انا فاكر انت الحته اللي كانت بعد الاستومك اللي انا شاورت لك عليها اللي ممكن يجي فيها الالسر؟ دي اسمها الديودنم، ممكن يكون فيها برده موجود الجاسترين سيلز اللي بتفرز الجاسترين، وممكن يكون موجود فين؟ ممكن يكون موجود برده في البنكرياس، يبقى اول حاجه هو موجود في المعده وانت عارف كده، ممكن يكون موجود في الديودنم، ممكن يكون موجود في البنكرياس، بس ده اللي انا عايزك تعرفه عن الخلايا دي. عشان كده بيقول لك سيلز هي اللي بتفرز اتش سي ال زي ما قلت لك، التشيف سيلز بتفرز البيبسين، الجي سيلز بتفرز الجاسترين، وبيقول لك ان الجي سيلز زي ما قلت لك بتكون موجوده في الديودنم وبتكون موجوده في البنكرياس، طبعا ده غير ان هي موجوده في الاستومك اللي هي الاساسي بتاعها اللي انت عارفه. اخر حاجه معانا الانتروكرومافين سيلز ودي اللي بتفرز ماده الهيستامين زي ما كتبت لك فوق. طب تعالى بقى نشوف مع بعض هنركز على مين في الخليه دي، احنا هنركز على البرايتل سيل، ما احنا شغلنا كله على الاتش سي ال فهندرس بقى البرايتل سيل دي نشوف شكلها عامل ازاي وبتشتغل ازاي وبتكون الاتش سي ال ازاي تعالى بقى نروح لورقه فاضيه كده نرسم فيها براحتنا البرايتل سيلز وتفهم كل حاجه موجوده فيها وبعد كده هتلاقي الكلام اللي مكتوب في المحاضره كلام سهل وانت فاهمه كله ان شاء الله تعالى اما نرسم بقى مع بعض كده في الورقه الفاضيه البرايتل سيل لو جينا نتخيل كده ان البرايتل سيل دي هي اللي قدامنا دي فالبرايتل سيل دي تعالى نكتب تحت كده ايه برايتل سيل دي اللي قلنا بتفرز ايه بتفرز ال HCL حلو حلو ازاي بقى بتفرز ال HCL هل البريتال سيل دي وقت ما تكون حابه تفرز HCL بتفرز ولما تكون مش حابه ما تفرزش لا طبعا ما فيش حاجه بتمشي كده امال بتمشي ازاي بتمشي ان انا عندي كل خليه بيكون عليها حاجه اسمها ريسبتورز الريسبتورز دي عباره عن مستقبلات بيجي لها امر يقول لها اشتغلي فتشتغل هو كده الخلايا شغاله كده ايه هي الريسبتورز اللي موجوده على البريتال سيل اول ريسبتور موجود عندي تعالى نرسمه بالاحمر ادي واحد وادي اتنين وادي تلاته وادي اربعه اول ريسبتور موجود عندي اسمه ايه اسمه ماسكارينك ريسبتور تاني ريسبتور اسمه الجاسترين ريسبتور تالت ريسبتور اسمه اتش تو ريسبتور واحده واحده بقى كده الماسكارينك ريسبتور ده اللي بيجي ينبهه عشان يشتغل حاجه اسمها الاسيتايل كولين كلنا عارفين طبعا الاسيتايل كولين هو اللي بيجي يقول للماسكارينك ريسبتور يشتغل فيشتغل طب الجاسترين تتوقع مين اللي بينبهه بي 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 عشان يشتغل على اسمه اسمه الجاسترين ريسبتور يبقى اللي بينبهه هو الجاسترين طب h 2 ريسبتور ده اسمه هيستامين ريسبتور احنا بنختصره بنقول عليه h 2 هو اسمه هيستامين ريسبتور يبقى اللي بينبهه مين الهيستامين طب دلوقتي بيشتغلوا ازاي يعني انا دلوقتي عندي لما الاستايل كولين تعالى بقى كده لما الاستايل كولين يجي ينبه الماسكارينك ريسبتور ايه اللي بيحصل الماسكارينك ريسبتور بيروح ينبه h 2 ريسبتور اللي هو الهيستامين ريسبتور عشان h 2 يكون لي ايون الهيدروجين اللي هيخش في تكوين الاتش سي ال بعد كده تمام تمام طب بعد كده عندي الجاسترين ريسبتور لما يجي الجاسترين ينبهه بيشتغل ازاي بيروح يبعت للهيستامين ريسبتور برضو زي المسكرينك بالظبط بينبهه يقول له اشتغل وكون الاتش اللي هيخش في تكوين الاتش سي اللي بعد كده يبقى انا عندي المسكرينك ريسبتور والجاسترين ريسبتور بيشتغلوا بس مش بشكل مباشر امال بيشتغلوا ازاي دول بيروحوا ينبهوا الهيستامين علشان الهيستامين يكون الاتش اللي هتخش في تكوين حمض المعده اللي هو اتش سي ال لي ماشي بس في واحد انت سايبه على جنب كده ما اتكلمتش عليه وليه حطه في جنب لوحده مش حطه فوق مع بقيه الريسبتورز اللي موجوده؟ اقول لك هقول لك دلوقتي انا عندي اللي في جنب ده اسمه اسمه بروستاجلاندين ريسبتور اسمه ايه بروستاجلاندين ريسبتور طب تمام ليه بقى حطه لوحده مش حطه معاهم؟ لان انا عندي المسكرينك ريسبتور والجاسترين ريسبتور والh 2 ريسبتور الثلاثة دول بيزودوا من تكوين الاتش سي يعني لما يشتغلوا يزودوا لي الاتش اما البروستاجلاندين ده لما يشتغل البروستاجلاندين ده بنقول عليه طيب فلما بيشتغل بيقلل لي الاتش فيساعدني ان انا اعالج الشخص اللي عنده قرحه في المعده يبقى انا عندي الثلاثة دول بيزودوا اما ده الوحيد اللي بيقلل طيب تمام انا دلوقتي عندي لما انت قلت لي ان الماسكارينك ريسبتور والجاسترين ريسبتور بيروحوا ينبهوا الهيستامين فالهستامين يروح يكون الاتش اللي يخش في تكوين ال بيكون ايه بيكون ال H طب تعالى بقى نشوف كده مع بعض بيكون ال H ال H ده هيخرج من جوه البريتال سيل زي ما هو البريتال سيل دي الخليه اللي جوه المعده نفسها ال H ده بقى خلاص عايز يخرج علشان يكون ال HCL ويخرج بره للاكل اللي انت اكلته ويبدا يهضمه انا عندي ال H ده عايز يخرج عمال يدور على مكان يخرج منه مش لاقي فعشان كده ربنا خلق بوابه موجوده هنا في البريتال سيل اسمها بروتون بامب اسمها ايه اسمها بروتون بامب البروتون بامب دي هي اللي بتخرج الهيدروجين بره بس مفيش حاجه ببلاش مفيش حد بيعمل حاجه لوجه الله البروتون بامب بتقول للهيدروجين انت عايز تخرج يقول لها اه تقول له طب تعالى اما اخرجك بس هدخل مكانك ايون بوتاسيوم يبقى انا بخرج هيدروجين وبدخل بوتاسيوم فعشان كده ممكن نسمي البروتون بامب ده اسم تاني بنسميها هيدروجين بوتاسيوم اي بيز يعني البوابه اللي شغاله عن طريق ان هي تخرج هيدروجين وتدخل مكانه بوتاسيوم انا عندي دلوقتي البروتون بامب عرفنا ايه شغلتها وازاي بتخرج الاتش من البريتال سيل طب انا جالي دلوقتي واحد تعبان عنده السر عنده بيبتك السر الالسر دي بيكون سببها زياده الاتش سي فانا دلوقتي طالما عندي الاتش زياده هعمل ايه؟ هروح اوقف الحاجات اللي بتزود الاتش سي زي الماسكارينيك ريسبتور والجاسترين ريسبتور والهستامين ريسبتور الثلاثه دول بيزودوا الاتش سي فانا عندي لما اوقفهم يبقى الاتش مش هيتكون وبالتالي مفيش HCL سي جديد هيطلع وبالتالي الشخص ده هيبدا يخف فهقول لك ازاي يعني يعني تتوقع ايه احسن حل عشان اوقف الاتش ان هو يتكون ادي علاج واحد يقول لي هدي علاج يوقف المسكرينك ريسبتور اقول له ماشي عندك حق واحد تاني يقول لي هدي علاج يوقف الجاسترين ريسبتور اقول له ماشي عندك حق بس انتوا الاثنين سايبين المشكله الاساسيه وباصين لمش... لمشاكل فرعيه ايه هي انا عندي مش المسكرينك ريسبتور ده بيروح ينبه الاتش 2 ريسبتور في الاخر اه طب والجاسترين ريسبتور مش بيروح ينبه الاتش 2 ريسبتور في الاخر اه يبقى انا ممكن بدل ما ادي المسكارينيك ريسبتور انتاجونست يعني حاجه توقف المسكارينيك ريسبتور ادي جاسترين ريسبتور انتاجونست يعني حاجه توقف الجاسترين ريسبتور اروح ادي اجيب من الاخر وادي حاجه اتش 2 ريسبتور انتاجونست حاجه توقف الهستامين ريسبتور انا ليه عمال ادور على المسكرينك والجاسترين طالما انا عندي كلهم في الاخر بيروحوا ينبهوا الهستامين فانا اروح ادي حاجه توقف الهستامين على طول يبقى انا عندي ممكن ادي ماسكارين ريسبتور او جاسترين ريسبتور بس اللي ان انا ادي ايه هيستامين انت ريسبتور انتاجونست ممكن واحد يبقى كرييتيف اكتر يقول لي طب ما انا اسيب الماسكارين ريسبتور شغال والجاسترين شغال والهيستامين شغال ويكونوا الاتش برده عادي ما فيش مشكله بس اروح اعمل ايه اروح اقفل البوابه اللي بتطلع الاتش في الاخر يبقى الاتش بيتكون بس مش عارف يطلع فهدي حاجه توقف تقفل البوابه دي اللي هي البروتون بامب اللي بتطلع الهيدروجين اقفل البوابه اللي بتطلع الهيدروجين دي فبالتالي الهيدروجين ما يقدرش يطلع بره ويكون ال ال اقول له انت عندك حق ودي فعلا اكتر حاجه فعاله في ان انت تعالج مريض الالسر ان انت تدي حاجه انهيبيتور للبروتون بامب تعالى بقى نروح نشوف الكلام ده في الداتا بتاعتنا ونقراه ونفهم ايه اللي مكتوب فيها بص يا سيدي انت واحد دلوقتي جالك تعبان وعنده السر قال لك اول حاجه مش لازم تقوم مدي له رشده ادويه قد كده على طول لان تبدا معاه حاجه الاول اسمها نون يعني يحسن من اسلوب حياته وممكن الاسلوب ده بيكون فعال جدا في العلاج فده اسمه نون من تريتمنت علاج بدون ادويه كيميائيه اول حاجه هتقول له حاول ترتاح اللي هو دو ريست اند سيديشن حاول ترتاح وتنام ده برده ممكن يقلل من الالم شويه تاني حاجة ستوب سموكينج طبعا التدخين لازم توقفه لو انت بتدخن لان السموكينج بيقلل الهيلينج بيأخر الشفاء وبيقلل من الشفاء بتاع الالسر فانا عندي لازم اقول له ايه ستوب سموكينج بعد حاجة بعد كده الدايت الاكل اللي انت بتاكله لازم تخلي بالك منه ما تاكلش حاجه سبايس ما تاكلش الحاجات الحراقه ما تاكلش الحاجات اللي فيها احماض كتير زي الليمون والبرتقال والكلام ده عشان ما يزودش من الالم بتاع القرحه الايريتانس الحاجات اللي هي برضو الحراقه او اللي ممكن تسبب التهاب في القرحه يعني الكافيين اللي هو القهوه الناس اللي بتشرب قهوه كتير برضو بيعانوا من القرح الالكحول طبعا عارفين ان هو مضر الاسبرين الأسبرين برده من الحاجات اللي بتزود من القرح فانت لو بتاخد اسبرين حاول تقلله عشان يقلل معاك من الالم بتاع القرحه وتبدا القرحه تخف بعد كده بيقول لك الديودينال السربيشنز ادفايز تو <applause> تيك ريجولار ميلز تو بافر انتراجاستريك اسيديتي يعني ايه يعني انا عندي دلوقتي قلت لك ان الجرحه القرحه ممكن تيجي في الاستومك وممكن تيجي في الديودينم عارف انت لو القرحه في الاستومك هنا المريض اللي عنده قرحه في الاستومك يقول لك انا لما باكل بتعب لما باكل والاكل بينزل في معدتي بتعب ده تعرف ان لما يقول لك انا لما باكل بتعب تعرف ان القرحه فين تعرف ان القرحه في الاستومك عارف انت لو واحد جالك عنده قرحه وقال لك انا لما باكل برتاح يعني انا بفضل تعبان طول ما انا مش واكل اول ما ابدا اكل والاكل ينزل بطني برتاح تعرف ان القرحه عنده فين في الديودينم ديودينال ألسر يبقى انا عندي من مميزات القرحه بتاعت الديودينام ان الاكل بيريح المريض ده بيقلل من الالم على عكس بتاع المعده ان الاكل بيزود من الالم فعشان كده بيقول لك لما يجي لك شخص عنده ديودينال ألسر قرحه في الديودينام بتنصحه ان هو يزود من الوجبات اللي هو بياكلها يعني هي نفس الكميه اه بس يزودها يعني بدل مثلا ما كان بيفطر الساعه 9 الصبح ويتغدى الساعة 3 العصر ويتعشى الساعة 9 بالليل تقول له لا ده انت الفطار قسمه على مرتين بدل ما هو 9 الصبح بس خلي نصه الساعة 9 ونصه الساعة 12 والغدا قسمه على مرتين بدل ما هو 3 خليه 3 و6 والعشاء قسمه على مرتين بدل ما هو 9 خليه 9 و12 فانت كده نفس كمية الاكل بس خليته على طول بطنه مليانه ما بتخليهوش يجوع فعشان كده انت بتقلل له من الالم اللي بيجيله من القرحه لان هو طول ما هو بطنه فيها اكل بيكون مرتاح بعد كده بقى تعالى نشوف العلاجات بقى لو الكلام ده كله ما جابش نتيجه السموكينج والدايت والكلام ده نخش بقى على العلاج بالادويه انا عندي دلوقتي فاكر انت لما كنت بشرح لك في الورقه هناك وقلت لك ان انا ممكن اقفل الريسبتورز اللي بتخلي الاتش يتكون في البرايتال سيلز اه العلاج ده لما بديه بقول عليه انتي سيكريتوري دراج يعني ايه يعني علاج مضاد لافراز الاتش انتي سيكريتوري يعني مضاد للافراز دراج يعني العلاج العلاج اللي بي بيخلي الافراز يقل او يتوقف اول حاجه قلنا عندنا ممكن نقفل الهستامين ريسبتور اتش 2 ريسبتور انتجماست ممكن نقفل البروتون بامب اللي هي البوابه اللي كانت تحت لو فاكرها فبنقول عليها بروتون بامب انهيبيتور ممكن نقفل الماسكارينك ريسبتور كنا بنقول على الماسكارينك ريسبتور ده بيشتغل بالاستايل كولين فبنقول عليه انتي كولينرجيك كولين دي جايه من الاستايل كولين فبنقول عليها انتي كولينرجيك اللي هو الماسكارينك ريسبتور يعني انتي كولينرجيك يعني الحاجات اللي بتوقف عمل الماسكارينك ريسبتور ممكن نوقف الجاسترين ريسبتور برده انهيبيتورز اوف جاسترين واخر حاجه البروستاجلاندين اللي كنت قلت لك ان هو لما بيشتغل بيحسن من ال... بيقلل من كميه الاتش اس ال فانا ممكن ادي حاجه تشغل البروستاجلاندين يبقى البروستاجلاندين ده الحاجه الوحيده الطيبه في وسط الناس دي كلها اللي هو لو اشتغل يحسن لي او يقلل لي من كميه الاتش اس ال فبالتالي يحسن لي من حاله المريض اللي عنده قرحه. سيبك من الادويه دي دلوقتي هناخدها كلها دلوقتي على بعضها ما تشغلش بالك بيها في السلايد دي. تعالى ناخد بقى واحده واحده اول حاجه الهيستامين ريسبتور انتاجونست الهستامين ده اللي كنا قلنا عليه بيجيب من الاخر لما رسمنا كده كان في هنا الهيستامين ريسبتور H2 قلنا ده واشتغلت عليه بيوقف انتاج ال HCL قال لك الهيستامين ده تعرفه منين هي عيله من الادويه اخرها كلها دين اخرها دي اي ان اي اخرها دين هتلاقي فاموتيدين اخرها دين نيزاتيدين اخرها دين سايميتيدين اخرها برضو دين ورانيتيدين برضو زيهم يبقى رانيتيدين سايميتيدين نيزاتيدين فاموتيدين كلهم اخرهم دين تعرف ان ده على طول عائله الايه الهيستامين ريسبتور اتش 2 انتاجونست وده شكلهم ده شكل الفاموتيدين ده شكل النيزا تدين ده شكل, تدين. ده شكل تدين وده شكل الراني تدين تعال نشوف بقى الميكانيزم اوف اكشن ازاي العيله دي من الادويه بتشتغل احنا قلنا ان هي بتشتغل على مين بتشتغل على الاتش2 ريسبتور اللي هو بتاع الهستامين انا لما ادي الدواء الدواء يقوم رايح واقف على الريسبتور كده واقف هنا كده فالمفروض ان اللي بيجي ينبه الاتش 2 ريسبتور هو الهيستامين فالهيستامين يجي عشان ينبه الاتش 2 ريسبتور يلاقي مين اللي قاعد مكانه يلاقي الدواء اللي انا اديته للشخص ده هو اللي قاعد مكانه فالهيستامين يقول له يا عم واسع ده مكاني انا عايز انبه الريسبتور بتاعي يقول له ما فيش حاجه اسمها الريسبتور بتاعي انا قعدت هنا ومفيش حد هينبهه يبقى الادويه دي بتعمل ايه بتعمل كومبيتيتيف انهيبيشن اوف اتش 2 ريسبتور ات ذا برايتل سيل بتروح للاتش 2 ريسبتور اللي احنا بنقول عليه ده اللي موجود في البرايتل سيل بتعمل له ايه بتعمل له انهيبيشن بس خلي بالك فاكر انت انا قلت لك ان هم اربعه الفاموتيدين اللي انا قلت لك عليه ده الفاموتيدين ده قال لك خلي بالك ان الفاموتيدين ده irreversible اكشن يعني ايه او irreversible inhibition يعني منين ما يمسك من هنا في الريسبتور يقول لك انا مش سايبه تاني يفضل لازق فيه ما يرضاش يسيبه يا عم خلاص انت بقالك آه كتير ماسك في الريسبتور يقول لك لا خلاص انا الاكشن بتاعي irreversible يعني اول ما بمسك في الريسبتور بفضل لازق فيه بقى خلاص مش بسيبه تاني خلاص الريسبتور ده بقى بتاعي فانا عندي الفاموتيدين خلي بالك دي من اهم الحاجات اللي ممكن تتسال عليها في الامتحان مين اللي ليه الريفرسابل Inhibition هو الفاموتيدين بعد كده بيقول لك ان الادويه دي ليها مور انهيبيتور ايفكت اون نوكتيرنال ذان ميل ستيموليتد Acid Secretion يعني ايه يعني انا دلوقتي عندي معدتي انا واحد دلوقتي قاعد مش واكل ما اكلتش بقالي فتره فمعدتي فاضيه عارف ان معدتي برده بيكون موجود فيها كميه من الاتش HCL بتكون موجوده بس بكميه صغيره طبعا دي بنسميها البيزل اتش يعني اللي هي موجوده في المعده من غير ما يكون الاكل اللي موجود في المعده، بنسميها البيزل اتش ال، في بقى حاجه اسمها ميل ستيموليتد اسيد سكريشن، يعني انت بقى لما تاكل والاكل يبدا ينزل معدتك بيتفرز عليه اتش اس ال، الاتش ال اللي اتفرز عشان الاكل ده اسمه ميل ستيموليتد اللي هو تم تحفيزه عشان يتفرز عن طريق الاكل اللي انت كلته، الوجبه اللي انت كلتها. فعشان كده بنسميها الميل ستيموليتد اسيد سكريشن قال لك العيله دي من الادويه اللي هي الاتش 2 ريسبتور انتاجونست بتشتغل على النوكتيرنال اللي هي البيزل اللي قلت لك عليها اللي بتكون الاتش ال اللي بيكون موجود في المعده طبيعي خلال اليوم مش مش موجود عشان الاكل لا ده هي بتشتغل على النوكتيرنال او البيزل اتش ال اللي موجود في المعده بعد كده الفارماكو كينيتيكس العيله دي من الادويه بيقول لك ان هي اندر جو فيرست باس هيباتيك ميتابوليزم يعني ايه الكلام ده انت اي علاج انت بتاخده دلوقتي بيروح الاول يعدي على الليفر الكبد بتاعك الليفر يقوم قايل له انت يقوم واخد حبه منه انت العلاج اللي انت واخده دلوقتي ده بيعدي على الليفر الليفر ياخد حبه منه يرميهم يقول لك دول مش هديهم لك مش هتستخدمهم والحبه الباقيين يديهم لك هم دول اللي يشتغلوا في جسمك يعني ايه؟ يعني انا دلوقتي عندي الحكايه دي بنسميها فيرست باس هيباتيك ميتابوليزم يعني انا دلوقتي واخد علاج تركيزه عباره عن 500 مللي جرام العلاج ده هيروح الاول يعدي على مين؟ يعدي على الليفر فالليفر ياخد 250 مللي جرام منهم يقول لك دول انا هرميهم بره مالكش دعوه بيهم انت دول وال250 الباقيين هم دول اللي انت تاخدهم يشتغلوا في جسمك دي بنسميها فيرست باس هيباتيك ميتابوليزم كل علاج بيختلف كميه اللي الليفر هياخده عن العلاج الثاني بيقول لك بقى العيله دي من الادويه اللي هي الاتش2 ريسبتور انتاجونست الليفر بياخد منها 50% يعني زي ما قلت لك لو العلاج تركيزه 500 مللي جرام الليفر بيطلع منهم 250 مللي جرام ويديك 250 بس هم اللي يشتغلوا عندك بعد كده بيقول لك ان العلاج ده لما يشتغل في جسمك بقى خلاص وعايزين نكسره ونخرجه بره الجسم بيخرج عن طريق الهيباتيك ميتابوليزم عن طريق الليفر والرينا ميتابوليزم عن طريق الكدني خلي بالك ان هو بيخرج عن طريق الليفر والكدني هيباتيك اند رينال ميتابوليزم بعد كده قال لك ان النيزاتيدين ده نوع من الادويه اللي احنا قلنا عليهم فوق النيزاتيدين ده قال لك ده ليه ليتل فيرست باس ميتابوليزم يعني ايه يعني الكبد مش بياخد منه 50% من من كميته او من تركيزه زي بقيه الادويه لا ده بياخد منه كميه اصغر يبقى ده تركيزه بيكون اعلى يعني بدل مثلا ما هياخد 250 من ال 500 هياخد 100 بس فيبقى لك 400 يشتغلوا. يبقى انا عندي النيزاتيدين ده هاز ليتل فيرست باس ميتابوليزم بعد كده بيقول لك ان السايميتيدين از مايكروزومال انزيم انهيبيتور يعني ايه مايكروزومال انزيم انهيبيتور انت عارف طبعا ان الليفر بيتم فيه عمليه اسمها عمليه الميتابوليزم لمعظم الادويه اللي انت بتاخدها بيحصل فيه ايه ميتابوليزم قال لك لما تاخد سايميتيدين ممكن يروح ياثر على الليفر يخليه ما يعرفش يعمل ميتابوليزم زي ما هو شغال على طول الطبيعي بتاعه لا ده يغير في الميتابوليزم ده فيقلل الميتابوليزم يعنى انا مثلا لو باخد صايمتيدين تمام ادى الصايمتيدين وباخد معاه علاج بيقلل الضغط مثلا علاج بيقلل الضغط ايا كان اسمه فانا عندي السايميتيدين ده الطبيعي ان العلاج اللي بيقلل الضغط ده الكبد بي... العلاج ده بيروح على الكبد فالكبد بيعمل له فيرست باس هيباتيك ميتابوليزم يخرج منه كميه ويديك الكميه المناسبه لجسمك تمام تمام طب السايميتيدين ده لو باخده مع العلاج اللي بيقلل الضغط فالسايميتيدين هيضرب لي الميتابوليزم اللي بيحصل في الكبد فالكبد بدل ما كان بيخرج كميه من العلاج بتاع الضغط اللي انا باخده كنت باخد مثلا العلاج بتاع الضغط ده 500 مللي جرام برضه فالكبد كان بياخد منهم مثلا 200 ويديني 300 يشتغلوا في جسمي وال300 دول هم الكميه المناسبه اللي اللي المفروض فعلا تشتغل في جسمي فده العمليه دي اسمها فيرست باس هيباتيك ميتابوليزم فانا عندي الثايميتيدين ده ضرب الفيرست باس هيباتيك ميتابوليزم فالكبد بدل ما كان بياخد ال200 ويديني ال300 لا ده الكبد ما خدش حاجه اداني ال500 كلهم ايه ده طب ما انت كده زودت الجرعه على الشخص اللي بياخد العلاج ده فده هيتسبب في مشاكل عند الشخص ده فهيقلل له الضغط فاهمني فمعنى كده ان انا عندي الثايميتيدين ده مايكروزوما انزيم انهيبيتور دي حاجه وحشه ده بيقلل من ميتابوليزم اللي بيحصل في الليفر فبالتالي بيبوظ لي جرعات الادويه الثانيه اللي باخدها مع السيميتيدين بعد كده السيرابيوتيك السيرابيوتيك يوزز بتاعه الهيستامين ريسبتور انتاجونست اللي احنا قلنا عليهم اول حاجه بيتعالج الاسوفاجيال ريفلكس الاسوفاجيال ريفلكس دي عباره عن حاله بتنتج لما الحمض بتاع المعده اللي هو اتش اس ال يطلع فوق للاسوفاجس فانا لو حد عنده المشكله دي بديله اي دواء من الادويه دول بيعالجها عنده بعد كده تريتمنت اوف بيپتيك السر طبعا ما هو ده السبب الاساسي اصلا بتاع المحاضره اللي احنا بنتكلم فيه لو حد عنده بيپتيك السر بديله اي حاجه من الادويه دي بتساعد في التئام او سرعه شفاء البيپتيك السر دي طب بعد كده بيقول لي اتس افكتيف ان بي uncomplicated ان ulcer for السر فور 8 اورز يعني ايه يعني لما يكون حد عنده بيبتك السر بس الموضوع يعني خفيف كده في بدايته ما قلبش معايا لان البيبتيك السر دي ممكن تقلب بحاجات سرطانيه فانا بقول لك طالما الموضوع خفيف كده وما قلبش بحاجه لسه اديله اي دواء من الادويه اللي احنا قلنا عليهم فوق دول هي... هيشتغل معاه تمام وهيبقى زي الفل بعد كده بيقول لك بريفنشن اوف بليدنج فروم ستريس السر يعني ايه ستريس السر في ناس بيحصل عندهم السر من التوتر او الضغط اللي هم فيه حد مثلا دخل مستشفى قالوا له انت هتعمل عمليه بعد 10 ايام فكل يوم عمال يعدي عليه بيقربه من العمليه فالشخص عمال يفكر في العمليه فالتوتر عنده عمال بيزيد يجي يوم العمليه يبقى التوتر عنده في اعلى مستوياته يحصل له ألصر من التوتر ده يجي لك بعد العمليه بيوم ولا اثنين تلاقيه بيرجع دم طب هو بيرجع دم ليه ده ما كنتش بعمل له عمليه اصلا ليها علاقه بالمعده ولا بالجي اي تي لا لان لأ الاستريس اللي كان عنده من العمليه خلاه يتكون عنده السر فسببت عنده الاعراض دي فلو حد عنده ستريس, السر ممكن برده أديله اي دواء من الادويه اللي احنا قلناها فوق يساعده في الشفاء من الاستريس السر او البورتال هايبرتنشن طبعا ده اللي هو زياده في الضغط بتاع الدم اللي رايح للكبد برضو العلاجات دي بتساعد في المشاكل اللي ممكن تنتج من البورتال هايبرتنشن بعد كده السايد افكتس بتاعت الاتش H2 ريسبتور انتاجونست العيله بتاعت الاتش H2 ريسبتور انتاجونست قال لك اول حاجه ممكن تعمل جي اي تي ابسيت هيديك فاتيج ماسل بين طبعا ده كلام كله عام ممكن اصلا اي دواء يعمل الكلام ده بس المهم عندي ايه المهم عندي ان هم بيعملوا سي ان اس توكسيستي ليه بيعملوا سي ان اس توكسيستي لان انا عندي الاتش H2 ريسبتورز اللي موجوده في البرايتال سيلز دي موجود زيها في السي ان اس في المخ فانا عندي دلوقتي ممكن العلاج يتلخبط بدل ما يروح لل 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 2 ريسبتورز اللي موجوده في البرايتال سيل يطلع على الاتش 2 اللي موجوده في المخ فيسبب لي مشاكل في المخ زي الكونفيوجن والهالووسيشن والاجيتيشن اللي هو يعني الشخص ده بيحصل له توتر وارتباك وهلوسه وكلام من كده فدي اسمها سي ان اس توكسيستي انا عندي دلوقتي ممكن يروح العلاج ده يشتغل على الاتش 2 ريسبتورز بس اللي موجوده في السي ان اس فيعمل لي الحاجات اللي احنا قلناها قدامنا دي تعالى بقى للمهم تعالى بقى للسايد افكتس اللي بجد بقى اللي بيتسال عليها في الامتحان ايه هي؟ بيقول لك الصيميتيدين، الصيميتيدين ده لقينا فيه مشكله ان الناس اللي بتاخده الصيميتيدين ده بيروح على التستوستيرون ريسبتورز تستوستيرون ريسبتورز اللي هو هرمون الذكوره بياخد مكان التستوستيرون يعني بيخلي التستوستيرون ما يعرفش يشتغل فالشخص ده بيبقى عنده نقص في عمل هرمونات الذكوره فنلاقي حصل له حاجه اسمها جاينيكوماستيا جاينيكوماستيا ده اللي هو التسدي عند الرجال يعني الراجل يكون عنده تسدي ده بسبب ان التستوستيرون مبقاش عارف يشتغل كويس امبوتنس الامبوتنس ده اللي هو الضعف الجنسي ما انت قللت هرمون الذكوره فطبيعي اول حاجه التاثير بتاع هرمونات الانوثه يبان فيحصل تسدي جينيكوماستيا وتاني حاجه يحصل امبوتنس اللي هو الضعف الجنسي بعد كده بيقول لك ليه لان هو بيقفل بيعمل بلوك للريسبتورز بتاعه التستوستيرون مش بس بيأثر على الرجالة لا ده كمان بيأثر على الستات قال لك بيعمل حاجة اسمها جلاكتوريا جالاكتوريا دي يعني يكون في ملك ايجيكشن انكريز في الملك ايجيكشن عند الومن يعني ايه يعني زيادة في افراز اللبن عند السيدات يعني ممكن تكون اصلا هي ما بترضعش ما عندهاش طفل مش متجوزه اصلا وتلاقي عندها جلاكتوريا ده بسبب السايميتيدين قال لك عشان بيعمل انهيبيشن للاستروجين ميتابوليزم يعني الاستروجين مش بيتكسر فالاستروجين بيبقى كميته عاليه جدا فبيسبب جلاكتوريا وكمان بيزود البرولاكتين اللي احنا عارفين ان هو المسؤول عن افراز اللبن بعد كده بقى بيعدل المعلومه اللي احنا قلناها من شويه ان السايميتيدين بيعمل مايكروزوم الانزيم إنهبيتور بس قال لك بقى اسم الانزيم اللي هو بيأثر عليه قال لك بيأثر بينهيبيت انزيم اسمه سايتوكروم بي 450 ده الانزيم اللي السايمتيدين بيأثر عليه، فبالتالي الليفر مش عارف يعمل الميتابوليزم بتاعه، فالأدوية اللي باخدها مع السايمتيدين نسبتها هتزيد في الجسم، زي مين؟ زي الوارفارين، زي اللايبوفيليك بي بلوكرز، زي الفينيتوين، زي الدايزبام، زي الثايوفيلين، دي كلها أدوية هتزيد كميتها لو خدتها مع السايمتيدين وبالتالي الشخص اللي بياخدها هيعاني من مضاعفات خطيرة من الأدوية دي. وبكده نكون خلصنا العيله الاولانيه اللي هي الاتش2 ريسبتور انتاجونست بعد كده نخش على البروتون بامب ان هيبيتور فاكر لما رسمت لك البرايتال سيل قلت لك انا عندي البوابه اللي تحت اسمها بروتون بامب هاخد بقى حاجه ان هيبيتور للبروتون بامب بي بي اي بروتون بامب ان هيبيتور اسمهم ايه اخرهم زول فاكر هناك كان اخرهم كلهم دين هنا اخرهم كلهم زول اومي برازول لانسو برازول رابي برازول بانتو برازول برازول كلهم اخرهم ايه زول اول ما تسمع كلمه زول تعرف ان هي عباره عن بروتون بامب ان وده شكلهم الأمي برازول واللنسو برازول والرابي برازول وبنتو برازول والإسومي برازول ازاي العيله دي من الادويه بتشتغل الميكانيزم اوف اكشن قلنا بتيجي على البوابه تحت اللي هي اسمها بروتون بام بتقفلها فالاتش اللي بيتكون مش عارف يخرج يبقى بتعمل بلوك للفاينل كومن باس واي اوف اسيد اخر خطوه من خروج من من انتاج الاتش ان هو بقى خلاص تم انتاجه وعايز يخرج لا انا بقفل بقى اخر خطوه اللي هي ان هو يخرج دي ما بخلوهوش يخرج او بنقول على البروتون بامب قلت لك فوق اسمها ايه اتش كي تي بيز او البروتون بامب لان هي بتاخد هيدروجين بتطلعه بره وتدخل مكانه بوتاسيوم العيله دي من الادويه بقى بتشتغل على ال 24 اور اسيد سكريشن يعني الاسيد اللي بيتفرز سواء بقى مع الاكل سواء مع النوم سواء الطبيعي اللي بيكون في المعده من غير اكل مش زي العيله الاولانيه بتاعت الاتش 2 Receptor Antagonist اللي قلنا بتشتغل على النوكتيرنال او البيزل اسيد سكريشن لا ده دي, دي بتشتغل على اللي الاسيد اللي بيتفرز خلال أي وقت من اليوم بتوقف 90 ل 98% من الأسيد ده، يبقى ده أكتر نوع من الأدوية هيكون فعال مع المريض اللي عنده بيبتيك ألسر. بعد كده بقى الفارماكو كاينيتكس، قال لك أنت لما بتاخد الدواء ده اللي هو بروتون بامب انهبيتور بيبقى إيه برو برودرج يعني بيكون خامل مش شغال، أمال بيشتغل إمتى؟ قال لك يشتغل لما يوصل للإنتستاينال ميوكوزا ويلمح بس ال HCL يبقى هو اول ما يلمح ال HCL بيحصل له اكتيفيشن بيتم تنشيطه هو يقول لك بس وريني ال HCL من هنا وانا هشتغل اول ما يشوف ال HCL يقوم الدواء ده رايح على البروتون بامب اللي موجوده في البرايتال سيل من تحت يوقفها يخليها ما تطلعش ال اللي بيتكون جوه يبقى اول حاجه هو بيكون ان اكتيف برودراج بيتم اه امتصاصه من الانتستينال ميوكوزا قال لك بيشتغل فين في الاسيدك ميديا يعني في الاوساط الحامضيه زي الوسط اللي فيه اتش سي ال اول ما يشوف الاتش سي ال يحصل له ايه يحصل له اكتيفيشن ويمسك في الاتش كي ايتيز انزيم او البروتون بامب دي اللي هي دي يعني بيخليها تقفل ما تخرجش الاتش من البرايتل سيل طب الدواء ده بعد ما يشتغل بيخرج ازاي من الجسم الجسم بيكسره ويخرجه ازاي قال لك بيتم عمليه تكسيره الميتابولايز بتاعته في الليفر بيتم فين في الليفر في الكبد يتحول الى ان اكتف برودكت خلاص بقى يبقى يتحول الى دواء خامل او منتج خامل خلاص ما يقدرش يعمل حاجه وبعد كده يخرج في البايل اللي هي العصاره الصفراويه يبقى انا عندي او القناه الصفراويه يبقى انا عندي دلوقتي اول حاجه مين اللي يعمله ميتابولايز الليفر بعد كده يخرجه فين يخرجوا في البايل بعد كده بقى بيقول لي لو انت واحد تعبان قوي وانت عايز تديله دواء يشتغل على طول مش لسه تستنى بقى الدواء ده اما ينزل ويتاكتف ويوصل لمش مش عارف ايه هتديله له اي في يعني تديله حقنه في الوريد بتحتوي على بروتون بامب ان بس مش اي بروتون بامب ان ينفع تديه في الوريد مين اللي ينفع تديه نوع واحد بس اللي هو اسمه ايزومي برازول ده النوع الوحيد اللي ينفع يتاخد اي في ده في حاله ان انت يعني عايز تلحق الشخص بسرعه وتخلي العلاج يشتغل معاه في اسرع وقت ممكن بعد كده بقى الثرابيوتيك يوزز بتاعه البروتون بامب ان هيبيتورز اول حاجه طبعا هتعالج البيبتيك السر بعد كده هتحميك من البليدنج بتاع الاستريس السر طبعا ما هي هي كلها في الاخر السر سواء استريس سواء بيبتيك كلهم في الاخر السر فيبقى هيستخدم في علاج الألسر قال لك بعد كده برده بيعالج الاسوفيجيال ريفلكس اللي هو ارتجاع المريء ان هو حمض المعده يطلع في المريء برده البروتون بامب ان هيبيتورز بتساعد في العلاج من المشاكل دي تعالى بقى نخش على السايد افكتس بتاعه العيله اللي اسمها بروتون بامب ان قالك قال لك السايد افكتس بتاعتها بتكون بسبب البرولونجد ان يعني ايه يعني انت استخدمت العيله دي لفتره طويله فبدات تسبب لك بقى اعراض جانبيه انت ما كنتش حاسس بيها قبل كده ايه هي قالك لك اول حاجه انا دلوقتي الاتش سي ده لما بيتكون عندي بيتكون معاه حاجه اسمها انترنسيك فاكتور انترنسيك ايه فاكتور شايف انت الانترنسيك فاكتور ده مهم جدا هو اصلا الطريقه او السبب الرئيسي في امتصاص فيتامين بي 12 يبقى فيتامين بي 12 عشان يحصل له امتصاص لازم يكون موجود الانترنسك فاكتور طب انت دلوقتي وقفت الاتش اس ال ان هو يتم انتاجه او يتم اخراجه ووقفت معاه الانترنسك فاكتور يبقى هيحصل ايه هيحصل مش هيحصل إيه؟ ابزوربشن للفيتامين بي 12 يبقى اول حاجه انهيبيشن اوف ابزوربشن اوف فيتامين بي 12 طب برضو الاتش اس ال بيساعد في امتصاص الحديد الايرن ال HSL اللي بيساعد في امتصاصه فانت منعت ال HSL يبقى منعت امتصاص الايرن الابزوربشن بتاع الايرن مبقاش يحصل فهيحصل انيميا طب تالت حاجه ال ايه اللي بيساعد في امتصاص الكالسيوم الكالسيوم برده ما يحصل له امتصاص فهيحصل حاجه اسمها اوستيوبروزيس او الكساح ما هو الكالسيوم اللي بيترسب في العظم فيخلي العظم قوي لو الكالسيوم ما في العظم يحصل كساح اللي هو الاوستيوبروزيس وطبعا اي علاج بيحتاج اتش سي ال عشان يتم امتصاصه انت منعت الاتش اس يبقى العلاج ده مش هيتم امتصاصه يبقى انت بتعمل انهيبيشن للابزوربشن بتاع الدراجز اللي بتحتاج اتش اس ال عشان يحصل لها ابزوربشن زي مين العلاجات دي اللي بتحتاج اتش ال الكيتو كونازول والدايجوكسين الاثنين بيحتاجوا اتش اس ال عشان يتم امتصاصهم بعد كده بيقول لك ايه انا دلوقتي وقفت الاتش اس ال والاتش ده كان ليه دور مهم جدا عشان يحارب البكتيريا ضد الانفكشن اللي ممكن تكون داخله مع الاكل انت واكل اكل مثلا ملوث فيه اي حاجه الاتش اس ال ده كان من اهم الوسائل اللي ربنا خلقها لك في معدتك بتساعد على قتل اي انفكشن وبتخلصك من اي انفكشن داخله مع الاكل طب انت دلوقتي وقفت الاتش اس ال يبقى الانفكشن دي بقى خلاص الملعب بقى بتاعها مفيش حد يوقفها فانت دلوقتي ممكن تكون عرضه اكتر للانفكشنز لو انت بتاخد حاجه توقف الجاستريك اتش اس ال لان الجاستريك اتش اس ال يعني مضاد ليه بعد كده عندي المعلومه دي تعال اما ارسم لك رسمه صغيره وبعدين نشوف معنى ايه الكلام ده دلوقتي انا عندي لما قلت لك ان انا عندي خليه اسمها الانتيرو كرومافين دي كانت بتفرز مين الهيستامين فالهيستامين يروح على الاتش 2 ريسبتور اللي موجود على البريتال سيل يخليه يفرز الهيدروجين والهيدروجين يطلع فالاتش سي ال يتكون فالاتش سي ال يبعت اشاره للانتيرو كرومافين يقول لها خلاص انا اتكونت وقفي بقى الهيستامين قللي الهستامين ده الميكانيزم اللي بيحصل طب انا دلوقتي الانتيرو كرومافين بيفرز هيستامين يقوم رايح الهيستامين رايح على الاتش 2 ريسبتور الاتش 2 ريسبتور يروح يفرز هيدروجين بس الهيدروجين انا قفلت عليه بروتون بامب اللي هنا الهيدروجين مش بيطلع فبالتالي مفيش حد بيبعت اشاره للانتيروكرومافين سيل يقول لها وقفي الانتاج فالانتيروكرومافين فاكره ان مفيش هيدروجين بيتكون لا هو بيتكون بس محبوس جوه مش عارف يطلع فالانتيروكرومافين تقول لك ده كده بقى العيب فيا ده انا لازم اطور من نفسي فتقوم مزوده انتاج ايه؟ الهستامين اللي هيروح ينبه الاتش 2 ريسبتور برضه ما فيش حاجه بتتكون فتزود انتاج الهستامين يفضل يزيد يزيد يزيد, يزيد فيعمل في حاجه اسمها هايبر بليزيا اند تيومر اوف انتيرو ده ممكن يقلب بكانسر في الاخر لان الكانسر بيكون عباره عن ان الخلايا اللي موجوده في مكان معين زادت في العدد وكمان بدات تشتغل بصوره كبيره جدا عن الطبيعي بتاعها فيحصل لها تيومر وممكن التيومر ده يكون كارسينوجينيك يعني حاجه سرطانيه انا عندي ممكن يحصل هايبر عند اند تيومر اوف ما سيل لان هي الاتش اللي كان بينبهها يقول لها خلاص قللي ما بقاش ينبهها لان هو ما بقاش يطلع اصلا فتفضل تزود من الشغل بتاعها بعد كده معلومه بيقولها لك بيقول لك ان الاوميبرازول ممكن يقلل الميتابوليزم بتاع ادويه زي الوارفارين والديازيبام والفينيتوين فاكر مين اللي قلنا عليه كده من شويه قلنا السايميتيدين لان هو قلنا مايكروزومال انزيم إنهبتور, قال لك برضو برازول يعتبر شبهه لان هو لما يكون موجود بيقلل الميتابوليزم بتاع الادويه دي اللي هي الورفارين والدايازيبام والفينيتوين طب تعالى بقى نحل سؤالين مع بعض بيقول لك ويتش اوف ذا فولوينج از انكوريكت اتش2 بلوكرز يبقى انا بدور على السؤال او الاختيار الغلط بالنسبه للاتش2 بلوكرز اول حاجه هل الاتش2 بلوكرز كلير باي رينال اند هيباتيك ميتابوليزم طبعا الكلام ده صحيح ومظبوط وزي الفل ما اقدرش اقول عليه حاجه يبقى الاختيار ده صح طب اول اوف ذيم اندر جو سيفير فيرست باس صح اكسبت السايميتيدين لا مش اكسبت السايميتيدين ده الوحيد اللي كان ليتل افكتد بالفيرست باس هيباتيك ميتابوليزم هو النيزاتيدين مش السايميتيدين يبقى ده الاختيار الغلط يبقى انا اختار هنا رقم اثنين تعال نكمل بقيه الاختيارات بيقول لك السايميتيدين كوز جينيكوماسيا اند جلاكتوريا ايوه فعلا قلنا ان هو بيأثر على التستوستيرون ريسبتور فبيسبب جينيكوماستيا وجلاكتوريا جينيكوماستيا طبعا عند الرجاله وجلاكتوريا عند الستات طب بريفنت اسوفيجيال ريفلكس برضه ده كلام مظبوط يبقى الاختيار الوحيد الغلط عندي هو رقم اثنين بعد كده بيقول لك ويتش اوف ذا فولوينج از side سايد افكتس اوف بروتون بامب انهيبيتور قلنا البروتون بامب انهيبيتور بتقلل من امتصاص الايرن فبتعمل انيميا قلنا بتقلل من امتصاص الكالسيوم فبتعمل اوستيوبروزيس قلنا الانتيرو سيلز بتزود شغلها عشان فاكره ان العيب من عندها فبيحصل فيها تيومرز يبقى او لوفز اباف يبقى الاجابه كل ما سبق كل ده بيحصل مع البروتون بامب ان هيبيتورز بعد كده بقى تعالى ناخد عيله ثالثه من الادويه اسمها انتي كولينرجيك دراجز فاكر انت لما رسمت لك الرسمه انا عمال ارسمها لك كل شويه عشان تثبت في دماغك قلنا عندنا ماسكارينك وقلنا عندنا جاسترين وقلنا عندنا اتش 2 وهنا كان في بروستاجلاندين وهنا كان في بروتون بامب ان هيبيتورز او بروتون بامب اسف الانهيبيتورز دي الادويه اللي بديها عشان توقف البروتون بامب دلوقتي الانتي كولينرجيك دي اللي بتشتغل على مين اللي بتشتغل على المسكرينيك ريسبتور تعال بقى ناخد كلمتين عنها قال لك دي بتقلل الجاستريك اسيد سيكريشن. اكيد اي دواء هيشتغل على اي واحد من الثلاثه دول هيقلل الايه الجاستريك اسيد سيكريشن قال لك كمان بتقلل الموتيليتي حركه الامعاء يعني او حركه المعده الانقباضات والانبساطات بتاعه المعده اللي بتخلي الاكل يمشي بسرعه لا ده هي بتقلله وبتقلل الاسبزم برضو نفس المعنى قال لك ان الادويه دي ليس افكتيف زي اتش 2 لان انا قلت لك ان انت بدل ما تدي واحد حاجة ما انتي او انتي روح ادي على طول حاجه بتوقف عمل ال H2 ريسبتورز فعشان كده بيقول لك ان هي اقل فاعليه الاحسن ان انت تدي مين تدي H2 انتاجونست بعد كده بيقول لك ممكن تكون يوسفل فعاله ومفيده في حاله ان انت اديتها مع حاجه اسمها أنتسد واللي احنا هنتكلم عليها كمان شويه او اديتها مع H2 انتاجونست يعني انت لو عايز بقى ت... الدواء يشتغل بجد وعايز تدي حاجه انتيكولينرجيك ادي معاه حاجه H2 انتاجونست عشان يعرف يشتغل كويس طب ايه هي بقى الادويه الانتي كولينرجيك اللي انت بتقول عليها الانتي كولينرجيك دراجز قال لك بص يا سيدي احنا بنقسمهم حاجه اسمها سيلكتيف انتي ماسكارينيك ايجنت ونون سيلكتيف انتي ماسكارينيك ايجنت يعني ايه سيلكتيف ويعني ايه نون سيلكتيف اقول لك يا سيدي سيلكتيف دي يعني بتروح تشتغل على الماسكارينيك ريسبتور اللي موجود في البريتال سيل بس تقول لها ده في ماسكارينيك ريسبتور تاني موجود مثلا مثلا يعني في الكدني تقول لك لا ماليش دعوه انا جاي اشتغل على الماسكارينيك ريسبتور بتاع البريتال سيل فدي بنسميها سيلكتيف عارفه هي راحت تشتغل فين اما في حاجه تانية عندي اسمها نون سيلكتيف يعني مش بتفرق تقول لك ده في ماسكولينك ريسبتور في المعده هروح اشتغل عليه في ماسكولينك ريسبتور في الكدني هروح اشتغل عليه في الليفر هروح اشتغل عليه في السي ان اس هروح اشتغل عليه فده بيكون مضر ليه لان انا المشكله عندي في المعده هتروح تشتغل على السي ان اس وتسبب لي مشاكل زي اللي كان فوق بيسبب لي وبيسببلي وبيسبب لي وحاجات من كده لا ده انا ما ان الحاجه تكون نون سيلكتيف انا عايز الحاجه تروح تشتغل على المكان اللي انا عايزه بس اللي هو المعده فالنن سيلكتيف ده ما بنستخدموش ليميتد يوز الدكاتره ما بتكتبوش ليه؟ لان هو بيكون ليه سايد افكتس كتيره بنكون مش عايزينها سايد افكتس وحشه فبالتالي ما بنستخدمش النن سيلكتيف امال بنستخدم مين؟ بنستخدم السيلكتيف زي مين السيلكتيف زي التلين زبين زبين اسمهم ايه؟ بايرن زبين طيب ماشي تعالى نشوف بقى الادويه اللي احنا قلنا عليها اللي هي البايرن زبين اول حاجه عندي البايرن زبين قال لك ده عباره عن ريلاتيفلي سيلكتيف بلوكر ايوه طب ما احنا عارفين مش احنا لسه قايلين ان البايرنزبين والتيلنزبين عباره عن سيلكتيف انتي ماسكارينيك ايجنت او بلوكر يعني بتروح تشتغل على الماسكارينيك ريسبتور اللي موجود فين في الجاستريك سيلز في الخلايا بتاعت المعده بتشتغل في الجاستريك برايتل سيل قال لك بتقلل الانهيبت بتعمل انهيبت جاستريك اسيد سكريشن وذ مينيمال انوانتد افكتس ما هي طالما سيلكتيف يعني هتروح تشتغل على المعده بس يبقى ملهاش سايد افكتس كتيره او يعتبر ملهاش سايد افكتس اما النون سيلكتف اللي كان بيشتغل على كل حته هو ده اللي بيبقى ليه سايد افكتس كتيره فعشان كده بيقول لك ان هو مينيمال ان وونتد افكتس بيقول لك ان هي بورلي بنتريت ذا بلاد برين بارير بلاد برين بارير ده بيكون حاجه شبه غشاء كده محاوط المخ لو في علاج بيقدر يعدي من الغشاء ده يبقى العلاج ده هيوصل للسي ان اس ويعمل لي مشاكل طب هو هنا بيقول لي ايه بورلي بنتريت يعني هو هو مش بيقدر يعدي برات برين بارير فدي حاجه كويسه لانه مش هيوصل للسي ان اس ولا هيعمل لي مشاكل ثاني حاجه اللي هو اخوه اسمه تيلينزيبين زبين ده قال لك زي البايرينزيبين بالظبط بس, بس مور بوتنت يعني اقوى كمان يعني هو نفس الخصائص بتاعته دي ممكن يسالك عليها هتقولي طب ما هو ما قال ليش خصائص على زبين بس قال لك ان هو سيميلر فهتقول له ان هو سيلكتيف هتقول له ان هو بيشتغل على الجاستريك بارايتال سيل هتقول له ان هو ليه مينيمال انوانتد افكتس بس تزود عليها ان هو ايه ان هو مور بوتنت اقوى من البايلينزيبين بعد كده الكونترا انديكيشن يعني انت دلوقتي لو عايز تدي ال انتي ماسكارينيك دراجز لمريض معين مريض جاي لك عايز تديه انتي ماسكارينيك دراجز الاول تتاكد ان هو ما عندوش مرض من الامراض دي عشان تقدر تديله له الانتي ماسكارينيك دراجز لان هو لو عنده مرض من الامراض دي الخمسه دول واديته انتي مسكرين دراج حالته هتسوء اكتر اول مرض الجلوكوما الجلوكوما ده اللي هو الميه الزرقاء على العين اهم حاجه تتاكد ان هو ما عندوش جلوكوما تتاكد ان هو ما عندوش بروستاتيزم ايه هو البروستاتيزم ده قال لك ده مرض بيكون فيه البروستاتا كبيره في الحجم يبقى Enlarged بروستاتا او بروستيت يعني بالانجليزي ماشي فلما تكبر في الحجم بتضغط على اليورينري بلادر فالUrinary بلادر بتتسد وما تقدرش تطلع المياه اللي فيها فيحصل عند الشخص ده حاجه اسمها يورينري ريتنشن ودي تالت حاجه معانا يبقى انا عندي اليورينري ريتنشن مترتب على البروستاتيزم اول حاجه جلوكوما بروستاتيزم يورينال ريتينشن بعد كده امبيرد جاستريك امبيتينج يعني ايه يعني المعده مش عارفه تفضي الاكل اللي فيها طب ليه مش انت فاكر فوق ان انا قلت لك ان الادويه دي بتقلل الموتيليتي بتقلل حركة الطعام في المعدة والأمعاء أو طب لما يقلل الموتيليتي المعدة مش عارفة تخرج الأكل اللي موجود فيها لأن الموتيليتي قلت فيبقى حصل إمبيرد جاستريك آخر حاجة جاسترو إسوفيجيال ريفلكس لو حد عنده جاسترو إسوفيجيال ريفلكس ما تدلوش دواء من الأدوية دي اللي هي البايرنزبين والتيرنزبين تمام تمام تعال نخش بعد كده على الأنتاسيد إيه هي الأنتاسيد دي بص يا سيدي إحنا الأدوية اللي خدناها في المحاضره لحد دلوقتي كلها بتشتغل على ريسبتورز يعني سواء مثلا كان بيشتغل على المسكرينك ريسبتور كان بيشتغل على الجاسترين بيشتغل على الهيستامين ريسبتور اما الانتسد ده عباره عن ايه بص يا سيدي احنا دلوقتي واحد جه قال لي هو احنا مش ال HCL اللي عامل لنا مشكله ده عباره عن اسيد اه عباره عن اسيد طب انا ممكن بدل ما اقعد دي بقى حاجات تقفل الريسبتورز وكده ادي بيز حاجه مضاده للاسيد حاجه قاعديه تعادل الحموضه فيبقى الراجل ده ما عندوش مشكله اقول له تمام انت عندك حق ده فعلا نوع من انواع العلاج بس خلي بالك انت كده مش بتعالج المرض انت كده بتعمل حاجه اسمها سيمبتوم ريليف يعني ايه يعني انت بس مجرد بتخفف الاعراض زي مثلا واحد متعور دلوقتي تعويره كبيره والتعويره بتنزف دم انت قمت قايل لي هات قطنه او قماشه اكتم بيها الجرح عشان الدم ما ينزفش طب ماشي هكتم الجرح طب هل انا دلوقتي عج... عالجت السبب بتاع النزيف نفسه لا انا مجرد بس دي حاجه مؤقته بت... بتوقف لي النزيف بس طبعا لازم اشوف بقى النزيف ده سببه ايه وابدا اعالجه فاحنا دلوقتي بنعمل حاجه اسمها سيمبتوم ريليف ان انت بتحاول تعادل الحموضه بحاجه قاعديه تعال نبدا بقى في الانتاسيد قال لك الانتاسيد دي عباره عن ادويه او مركبات بتعادل الاسيدتي الزياده اللي موجوده في الاستومك قال لك الانتاسيد دي ممكن تكون حاجه فيزيكال ممكن تكون حاجه كيميكال وهنعرف دلوقتي يعني ايه كيميكال كيميكال دي يعني بتشتغل عن طريق التفاعلات الكيميائيه تمام تمام فيزيكال دي يعني بتعمل حاجه شبه كده السد او حاجه يعني شبه الـ الـ السور كده بتحمي جدار المعده من ان الاتش اس ال يوصل له ده معنى كيميكال وده معنى فيزيكال وبرده لسه هنشرحهم دلوقتي كل واحده لوحدها قال لك ان الكيميكال ده بيتقسم الى سيستميك ونون سيستميك يعني ايه سيستميك ونون سيستميك سيستميك دي زي نون سيلكتيف كده يعني بتروح تشتغل بتروح في الدم وتتوزع على الجسم كله اما نون سيستميك يعني بتروح على المكان اللي فيه اصابه بس هو مثلا كانت القرحه فهي هتروح تشتغل على المعده بس في المكان اللي فيه القرحه مش هتروح للجسم كله فالسيستميك دي حاجه مش كويسه انا دلوقتي ليه هخليه يتوزع على الجسم كله اما النون سيستميك ده هو الحاجه الكويسه اللي انا بكون عايزها في الكيميكال دراج تعال نبدا بقى في السيستميك كيميكال دراج اول مثال معانا في السيستميك خلي بالك في السيستميك قال لك ان السيستميك دي بنقول عليها ابزوربابل يعني بتمتص وتتوزع على الجسم كله سيستميك زي ابزوربابل بالظبط بيقول لك صوديوم بايكربونيت اللي هو الـ ان اتش سي او 3 الـ ان اتش سي 3 ده بتديه بيروح على المعده بيلاقي الـ ال يتفاعل مع ال يكون ال يكون ان اي سي ال وسي او 2 اتش 2 طبعا المعادلات مش عليك مالكش دعوه المعادلات بس انا هرجع بس للمعادله كمان دقيقه واحده بالظبط اوريك حاجه فيها بيقول لك ان الصوديوم ده هاز rapid onset of action but short duration of action دايما اول ما تسمع كلمة الصوديوم في اي حاجة تعرف ان هو سريع وقصير يعني ايه سريع وقصير؟ سريع يعني هيشتغل بسرعة انا دلوقتي اديته حد خد حباية من, ال... من الصوديوم ده صوديوم ما فيش دقيقتين تلاتة هتلاقيه يشتغل فاهمني ده, ده معنى سريع طب قصير يعني ايه؟ كل حاجة طالما ليها ميزة يبقى ليها عيب طالما هو سريع وبيشتغل بسرعة يبقى مش هيقعد كتير في الجسم يعني هتضطر تاخد منه كل شويه، تاخد في اليوم حبيتين وممكن توصل لثلاثه، فاهمني؟ فمعنى كده ان انا عندي الـ O3 اول ما تسمع كلمة صوديوم يبقى على طول ايه سريع رابت اونست وقصير يبقى شورت ديوريشن، بستخدمه في ايه؟ الصوديوم بيكربونيت، قال لك بستخدمه في البيبتيك ألسر طبعا، الموضوع ده اللي احنا بنتكلم فيه في المحاضرة، ريفلكس ايسوفوجيتيس، وكمان ممكن استخدمه كالكنايزنج ايجنت، يعني ايه؟ يعني الـ O3 ده حاجة قاعديه. يعني بيز، يعني حاجة قاعديه. فانا ممكن استخدمه لما يكون حد عنده حموضه زياده في جسمه او في الدم بتاعه اسيدوزيس حاله بنسميها اسيدوزيس زياده حموضه الدم بندي له حاجه ايه تعادل الاسيدوزيس فندي له حاجه بيز طب طالما ده بيز يبقى انا ممكن استخدمه في الحاله دي استخدمه كالكنايزنج ايجنت ان ذا تريتمنت اوف اسيدوزيس ثالث حاجه يورين الكنايزنج ايجنت برضو لو عايز اخلي اليورين يبقى قاعدي لو الحموضه مثلا في اليورين عاليه جدا فانا عايز اعادلها شويه خليكوا عادي شويه ممكن استخدم الان 3 قال لك برده ممكن يعمل ديسولف للميوكس ان ذا ابر ريسبيراتوري تراكت يعني ايه الكلام ده يعني لو حد عنده ميوكس بلغم في الابر ريسبيراتوري تراكت ممكن أديله ان N A -H -C -O 3 بيساعد في تدويب البلغم عارف انت لما يكون عندك بلغم كتير كده مش بتاخد حبايه تلاقي البلغم راح الحبايه دي عملت ايه الحبايه دي دوبت البلغم من بعضه فبقت سهل ان انت تطرده فبقى كده ان هو بيعمل ديسولف للميوكس يبقى اول حاجه بيبتك السر ريفلكس اسفوجيتس الكنايزنج ايجنت في حاله الاسيدوزيس وفي اليورين الكنايزنج وكمان بيعمل ديسولفنج للميوكس تعالى بقى نشوف السايد افكتس بتاعه الصوديوم بايكربونات ال ان اي اتش سي او 3 قال لك هو احنا قلنا ان هو عباره عن بيز فاحنا ممكن لو حد عنده اسيدوزيس نديهوله له فيعالج له الاسيدوزيس اللي عنده قال لك بس المشكله ان انت لو زودت منه يحولك من اسيدوزس الى الكالوزيس عارف انت اللي انت جيت تكحلها عامتها بدل ما هو كان عنده اسيدوز وعايز اعالجه قمت معالجه فعلا من الاسيدوز بس قمت جايب له مكانها الكالوز طب ما كده وحش وكده وحش يبقى اول حاجه ممكن يعمل ايه ميتابوليك الكالوز بعد كده قال لك ممكن يعمل بيرفوريشن للجاستريك التسر ممكن برضو مع الاستخدام الطويل يعمل يعني زياده في التقرح او في يعني يعمل حاجه شبه ثقب كده في القرحه فمعنى كده ان هو بس طبعا ده مع الاستخدام الطويل يعني مش مش هتظهر من مره ولا اتنين ممكن يعمل بيرفوريشن للايه للجاستريك التسر بعد كده بقى واهم حاجه عندي في الصوديوم بيكربونات ان انا عندي انت عارف دايما ان الصوديوم الصوديوم اي مكان بيكون موجود فيه بيعمل حاجه اسمها سولت اند ووتر ريتنشن يعني ايه الكلام ده يعني الصوديوم بيعلي الضغط بيجمع ميه في المكان فبالتالي بيعلي الضغط بيزود الايه برجر انا عندي طالما في صوديوم يبقى من الاثار الجانبيه بتاعته ان هو هيعمل ايه يزود البلاد بريشر طب ما الكلام ده ما ينفعش عند واحد مثلا عنده فشل في عضله القلب الهارت فيلير القلب اصلا مش قادر فانت هتزود له الضغط فعايز تخليه يشتغل اكتر طب ما هو اصلا مش قادر من غير حاجه فانا ما ينفعش استخدمه مع حد عنده هارت فيلير ما ينفعش استخدمه مع حد عنده رينال انسفشنسي ما الرين الكدني هي اللي مسؤوله عن ان هي تخرج الصوديوم طب الكدني مش شغاله فالصوديوم هيفضل فهيعلي الضغط فاللي عنده هارت ممكن قلبه يتوقف فطبعا هيعمل مشاكل كبيره يبقى انا هيعمل حاجه اسمها ايه سولت اند ووتر ريتنشن اخر حاجه معانا بيقول لك ايه قلت لك من شويه ان انا هرجع للمعادله دي تاني هرجع لها في ايه بقى شايف انت عندك في النواتج بتاعه المعادله لما تتفاعل مع ال HCL كون لي ايه كون لي NaCl إيه إيه؟ ملناش دعوه بيه كون لي H2O ملناش دعوه بيه المهم عندي هو ايه ال CO2 يعني بيكون ثاني اكسيد الكربون طب ما احنا لقينا بعد فتره ان ال CO2 ده اصلا بيزود ال HCL يعني وجود السي او 2 بيخلي ال HCL يتفرز اكتر فاللي بياخد ال ان اي اتش سي 3 ياخد الفوار او الفوار او العلاج اللي هو ان اي اتش سي او 3 تلاقي يقول اه والله ده انا ارتحت بس بعد شويه صغيرين الوجع رجع لي اكتر من الاول طب هو ليه ارتاح لان ده عباره عن بيز عادل الاسيدو الحموضه اللي في معدته تمام تمام طب ليه بعد شويه الوجع رد له اكتر لان المعادله دي نتج عنها ثاني اكسيد الكربون اللي بيروح يزود الاتش سي ال من تاني فيحس بالوجع من تاني انا عندي بيقول لك ممكن يعمل حاجه انتسد ريباوند يعني رجوع تاني للالم او للمرض بعد ما كان بدا يخف عشان ايه عشان عندي co 2 اللي بتنتج من المعادله بتزود الاتش سي سكريشن كده خلصنا بقى الايه دراجز تعالى نخش بقى على النون سيستميك اللي هي بقى مش شغاله كده وخلاص لا ده بتروح عارفه هتشتغل فين اول حاجه قال لك مغنيسيوم سولت كالسيوم سولت المونيوم سولت يا اما مغنيسيوم يا اما كالسيوم يا اما المونيوم هنشوف كل واحده من دول دلوقتي بتت... بتشتغل ازاي وايه وظيفتها قال لك اول حاجه عندي حاجه اسمها مغنيسيوم اوكسيد مغنيسيوم اوكسيد ده اللي هو الام جي او طبعا المعادلات والكلام ده ما... مش عليك ان انت تحفظها بس عشان تبقى فاهم اللي احنا بنقوله هيتفاعل مع الاتش سي ال هيكون لي ايه ام جي سي ال 2 زائد اتش 2 او في الانتستين بقى الكلام ده في المعده في الانتستين بقى يروح يتفاعل مع ال ان اللي موجود في المعده او ان 3 يكون لي ثاني اكسيد الكربون هتقول لي بس ده كده هيعمل ريباوند زي اللي فات اقول لك لا خلي بالك السي 2 اتكون عندي في الانتستين مش في المعده فانا المشكله عندي ان ال 2 يتكون في المعده عشان لما يتكون في المعده هيخلي المعده تزود الاتش اما لو لو اتكون في الانتستين فده عندي ما فيهوش مشكله يبقى عندي حتى هتلاقي في المميزات بتاعته بيقول لك لا doesnt release لا ينتج او ما بيخليش السي او 2 يتكون في الاستومك حاجه بيقول لي doesnt cause systemic alkalosis يعني ما بيعملش systemic alkalosis ليه لان احنا قلنا في الاول اصلا ان هو non systemic فاكيد مش هيعمل سيستمك alkalosis قال لك هاز ا لونج ديوريشن اوف اكشن خلي بالك الصوديوم كان بيشتغل مده صغيره اما ده قال لك لا ده ده بيشتغل مده طويله بعد كده عندنا المغنيسيوم هيدروكسيد او بنسميه ميلك اوف مغنيسيا ده بيقول لك بيشتغل زي الاكسيد بالظبط هو ما كلمكش عليه يعني ما حبش يرغي كتير قال لك ده زي يخل فوق الهيدروكسيد زي الاكسيد تمام تمام بعد كده عندي رقم ثلاثة المغنيسيوم كربونيت من اسمه كربونيت يبقى اكيد في كربون يبقى هيكون ثاني اكسيد الكربون مش محتاجه يعني ذكاء طالما في كربونيت يبقى هيكون ثاني اكسيد الكربون حتى قال لك عليه اتريليز سي او 2 ان ذا يبقى ده هيعمل ايه هيعمل ريباوند اسيديتي عشان هيزود الاتش سي ايوه كده خليك شغال معايا بيقول لك المغنيسيوم ترايسيليكيت ماله المغنيسيوم تراي ده؟ قال لك ده بيشتغل كفيزيكال اند كيميكال انتسيد. يعني ايه؟ انت عارف يعني ايه كيميكال انتسيد؟ يعني بيتفاعل مع الاتش ويكون مركبات ثانيه دي معنى كيميكال. اما فيزيكال قلنا ان هو بيكون حاجه شبه السور كده قدام الجدار بتاع المعده عشان يمنع ان الاتش سي يوصل لها، يبقى بيشتغل الاثنين فيزيكال اند كيميكال. بيقول لك ان هو بيتفاعل مع الاتش بيكون لي ام جي سي ال 2 اند سيليكون دايوكسيد، تمام. قال لك المميزات بتاعته ايه؟ برولونج الديوريشن بات سلو اون اوف اكشن، فاكر لما قلنا في ال إيه سي او 3 سريع وقصير قلنا سريع بيشتغل بسرعه بس الفتره اللي بيشتغلها صغيره او قصيره عندي هنا بقى المغنيسيوم تريساليكيت العكس هتقول ان هو بطيء وطويل يعني ايه بطيء وطويل يعني انا دلوقتي عنده سلو اون سيت اوف اكشن خدت الحبايه دلوقتي لسه هستنى بقى ساعه ساعه ونص على ما تشتغل فمعنى كده ان هو بطيء سلو اون سيت اوف اكشن عندي طويل طويل يعني ايه يعني بياخد وقت كتير في جسمي على ما يتكسر ويخرج يبقى ده بلولونج ديوريشن بيقعد كتير في جسمي تمام تمام بعد كده بيقول لك اكت بوس فيزيكال اند كيميكال اللي لسه قايلينها فوق ان هو فيزيكال اند كيميكال قالك لك ما بيكونش سي 2 ما احنا عارفين ما فيش كربونات فيه يبقى اكيد مش هيكون سي 2 بعد كده بيقول لك نو أو اوف اسيد بيز بالانس يعني ايه الكلام ده يعني هو نون سيستميك ما هو نون سيستميك معناها ان هو مش هيغير الاسيد بيز بالانس لان هو شغال في المنطقه اللي هو بس اللي انت محددها له يشتغل فيها ملوش دعوه بقى بالبالانس بتاع الاسيد والبيز في جسمك بعد كده بقى تعالى نخش على اللي بعده اسمه كالسيوم سولتس املاح الكالسيوم عندي اول حاجه اسمها كالسيوم كربونيت وانت سمعت كلمه كربونيت دي يبقى على طول تقول لي هيكون سي او 2 بالظبط بيكون اهو سي 2 يبقى اكيد هيعمل ريباوند ستيميوليشن للاتش سي بس خلاص انت فهمت الحكايه قال لك مميزات بقى الكالسيوم كربونيت ده ايه قال لك بقى ان ده جمع المستين رابد اونست يعني سريع ولونج ديوريشن يعني طويل بيشتغل بسرعه اول ما تاخده وفي نفس الوقت بيقعد معاك كميه او فتره قصدي طويله يبقى رابد اونست اند لونج ديوريشن اوف اكشن قال لك كمان ان هو بي الاكتيفيتي اوف بيبسين خلي بالك والنبي من المعلومه دي عشان يعني دي مدريه في النص كده تحس ان هي مش باينه كده اللي هي معلومه غلبانه كده في النص بس هي مهمه جدا ممكن يقول لك مين من الادويه دول اللي بيعمل انهيبيشن للاكتيفيتي بتاع البيبسين خليك عارف ان هو الكالسيوم كربونيت بعد كده عندنا الالومنيوم سولتس املاح الالومنيوم اول حاجه معانا هيدروكسيد الالومنيوم او الومنيوم هيدروكسيد جل قال لك ان ده عباره عن افكتيف انتسيد يعني ده فعال جدا في الاعراض بتاعه القرحه قال لك بيشتغل كيميكالي اند فيزيكالي احنا قلنا على مين قبل كده بيشتغل كيميكالي اند فيزيكالي قلنا على المغنيسيوم تراي سيليكيت الاثنين دول بيشتغلوا كيميكالي اند فيزيكالي خلي بالك من المعلومه دي قال لك ده فيزيكالي بيشتغل كادي مولسنت يعني ايه يعني بيشتغل زي ما قلت لك زي السد كده او السور اللي بيمنع وصول الاتش سي ال والبيبسين الى جدار المعده مميزاته قال لك مميزاته زي المغنيسيوم ترايسيليكيت يبقى هو زي المغنيسيوم الكيت في المميزات وزي المغنيسيوم الكيت برضو في ان هما الاثنين بيشتغلوا كيميكالي اند فيزيكالي تمام تمام بعد كده عندي حاجه اسمها مجلدريت يعني ايه مجلدريت قال لك ده عباره عن دواء بيكون عباره عن اتحاد الهيدروكسيد بتاع المغنيسيوم مع الهيدروكسيد بتاع الالومنيوم فانا خدت اول ثلاث حروف من المغنيسيوم هما الام اي جي دول وخدت اول حرفين من الالومنيوم اللي هما الاي ال دول يبقى ده كيميكال كومباينيشن عباره عن مزيج من الالومنيوم والمغنيسيوم هيدروكسيد قالك لك افكتيف نون سيستميك ماشي يا عم شكرا بعد كده قالك لك الالومنيوم فوسفات جيل وخلي بالك عشان المعلومه دي مهمه ما كانتش موجوده في الداتا بتاعت السنه اللي فاتت لسه متضافه السنه دي فركز عليها بيقول لك ان الالومنيوم فوسفات جيل مش بيأثر على الفوسفيت ابزوربشن يعني ملوش دعوه بالفوسفيت ابزوربشن الفوسفيت ابزوربشن بيحصل عادي طبيعي زي ما هو الالومنيوم فوسفات جل ملوش علاقه بالابزوربشن بتاع الفوسفيت قال لك بس عنده عيب ايه هو ان النيوترلايزنج كابستي بتاعته از ليس ذان زاد اوف الومنيوم هيدروكسيد يعني الالومنيوم هيدروكسيد اللي كان عندنا فوق ده احسن منه أن انت تديك علاج لشخص عشان يعادل الحموضه اللي في معدته بقى هو ليس افكتيف زان الومنيوم هيدروكسيد بعد كده بقى نخش على الفيزيكال أنتسيد يعني الحاجات اللي بتشتغل مش عن طريق المعادلات بقى لا ده ده مثلا جدار المعده اهو هي بتروح تقف هنا تعال نجيب لون تاني بتروح تقف هنا كده تعمل لك سور قصاد جدار المعده عشان الاتش اس ال ما يعرفش يوصل للجدار زي مين الحاجات دي قال لك اول حاجه الميوسين الميوسين ده اول واحد بيعمل او بيشتغل كفيزيكال انتسيد بعد كده الالومنيوم هيدروكسيد جيل اللي قلنا عليه احنا قلنا الالومنيوم هيدروكسيد والمغنيسيوم تراي سيليكيت فيزيكال وكيميكال فلما نيجي نتكلم على الفيزيكال اكيد هنقولهم الالومنيوم هيدروكسيد والمغنيسيوم تراي سيليكيت تعالى بقى نخش على الادفيرس رياكشنز بتاعه الانتسيد مشاكل الانتسيد انت عمال تدي في عناصر كيميائيه كالسيوم والومنيوم ومغنيسيوم، تفكر الموضوع كده عادي؟ لا ده كل حاجه من دول ممكن تسبب مشاكل، قال لك اول مشكله ممكن تسبب تشينج ان باول هابتس، يعني ايه؟ يعني تغير في حركه الامعاء بتاعتك، قال لك انت بتدي كالسيوم وبتدي المونيوم، انت متعرفش ان الكالسيوم والالمونيوم كل واحد فيهم يعني مش مش مع بعض حتى لو اديت المونيوم لوحده او كالسيوم لوحده ممكن يسببه كونستبيشن يعني ايه؟ يعني يعملوا امساك للشخص كونستبيشن كالسيوم اند ألمونيوم. حتى الكالسيوم كالسيوم كونستبيشن ده اوله سي وده اوله سي وكمان ما تعرفش ان المغنيسيوم المغنيسيوم بيسبب دياريه يعني بيسبب اسهال يعني انا عندي الكالسيوم والالمونيوم بيعملوا امساك والمغنيسيوم بيعمل اسهال اه فانت خلي بالك وانت بتدي الادويه دي ما تكترش فيها عشان ما مت يعني ما تغيرش في حركه الامعاء بتاعت الشخص ده وتسبب له امساك او تسبب له اسهال بيقول لك الكالسيوم اند الومنيوم كوز constipation. المغنيسيوم بتعمل لاكسيتيف لاكسيتيف يعني ملين يعني بتعمل دايريا لو عايز تحفظها يعني المغنيسيوم لما يكون حد معاه شهاده الدكتوراه بنقول عليه ام دي يعني بنختصرها كده علي نقول ام دي معاه شهاده الدكتوراه تمام فانا دلوقتي المغنيسيوم ده ممكن تقول ان المغنيسيوم ام بيعمل دايريا دي فتفتكر شهاده الدكتوراه ان هي ام دي يبقى المغنيسيوم ام دي برضه مغنيسيوم دايرين تمام تمام قال لك بعد كده الصوديوم اللي انت عمال تدي الشخص ده مش الصوديوم ده بيزود الضغط اه فممكن ياذي الكاردياك بيشنت الشخص اللي عنده مشاكل في قلبه الشخص اللي عنده مشاكل في الكدن رينال بيشنت والهيباتيك كمان بيشنت ممكن ياذيه يبقى انا عندي الهاي صوديوم ده ممكن ياذي الكاردياك او الرينال او الهيباتيك بيشنت بعد كده بيقول لك ان الكالسيوم ده اكتشفنا ان هو ممكن يعمل ريباوند هايبر سيكريشن يعني انت لو فضلت تديله كالسيوم كتير طور فيه كالسيوم كتير ممكن ده يزود اصلا من انتاج السكري... الـ 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 الافراز بتاع ال يبقى الكالسيوم ممكن يرجع يزود الهايبر سكريشن بتاع ال بعد كده بيقول لك ان السيستميك الكالوزيس وذ لارج دوزز اوف absorbable انتسيد يعني انت عمال تدي في حاجات بيزس قواعد قاعديه فانت لو استخدمتها بكميات كبيره وبجرعات كبيره ممكن ده يسبب لك الكالوزيس في الدم بتاعك بعد كده عندي رقم خمسه الميلك الكلاي سندروم الملك الكالاي سندروم ده كان عباره ان اي حد زمان قبل ما نكتشف الادويه دي كان يقول لك انا عندي قرحه في المعده الدكاتره تقول له اشرب لبن اشرب لبن اشرب لبن كتير فكان يشرب لبن كتير فاللبن فيه كالسيوم وفيه كمان واللبن ده عباره عن حاجه قاعديه فيبقى كالسيوم زائد بيز كنا بنسمي الشخص اللي هو يشرب لبن كتير فالكالسيوم يزيد في جسمه وجسمه يبقى عنده قواعد كتير او في الكالوزيس يعني بنسمي الحاله دي كلها على بعض ملك alkalosis بيكون هاي كالسيوم اند بيز قال لك طب ما انت لما تدي لحد فوار في سي اي سي او 3 السي اي سي او 3 ده مركب قاعدي والكالسيوم هيزيد في جسمه يبقى انت بالظبط كانك عملت زي الميلك الكالاي سندروم هتقول لي ماشي بس هو ما خدش لبن ده خد سي اي سي او 3 اللي هو الفوار اقول لك هو احنا اعتمدنا الاسم اي حد عنده زياده في الكالسيوم والبيز انتيك ايا ان كان بقى مصدره ايه بنقول عليه عنده ميلك الكالاي سندروم اللي هو بيكون عنده هايبر كالسيميا وألكالوزس. وده ممكن يتسبب في رينال فيلير بص بقى برضو اللي عملتها لك باللون الاحمر دي عباره عن معلومه زياده السنه دي ما كانتش موجوده السنه اللي فاتت بيقول لك ان الانتسيدز اللي موجود فيها الومنيوم معادل الومنيوم فوسفيت بتسبب تغير في تركيز الفوسفيت في الدم او في الجسم انا اي الومنيوم انتسد انتسد بيحتوي على الالومنيوم هي... هيلعب لي في, في التركيز بتاع الفوسفيت في جسمي ما عدا مين ما عدا الالومنيوم فوسفيت ده الوحيد اللي محترم اللي يقول لك لا انا ماليش دعوه بالفوسفيت كونسنتريشن في جسمك بعد كده اخر حاجه بيقول لي المغنيسيوم او الالومنيوم مي بي ريتيند ان رينال فيلير يعني لو حد عنده رينال فيلير الكليه بتاعته مش قادره تطلع المغنيسيوم الزياده ولا قادره تطلع الالومنيوم الزياده فهيفضلوا في جسمه ويسببوا له مشاكل ده معنى المعلومه دي تعال نحل بقى سؤالين على الفقره اللي فاتت دي او الشويه اللي فاتوا دول بيقول لك السؤال الاول اول اوف ذا فولوينج ار نون سيستميك نون ابزوربابل انتاسيد اكسبت احنا عارفين ان مين الوحيد اصلا اللي مش سيستميك نون سيستميك لو عارفين ان مين الوحيد اللي سيستميك هو في واحد كان سيستميك والباقي كله نان سيستميك الصوديوم الصوديوم بايكربونيت كان هو الوحيد اللي سيستميك فانا عندي المغنيسيوم لا ده نان سيستميك فعلا الكالسيوم كربونيت لا ده نان سيستميك الالومنيوم هيدروكس نان سيستميك الصوديوم بايكربونيت هو الوحيد فعلا اللي كان سيستميك فيبقى هو ده الاختيار عندي بعد كده بيقول لي ويتش <applause> وان اوف مغنيسيوم سولتس كوز سي او 2 ريليز ان ستومك انا قلت لك من اسمه هتعرفه حتى من غير ما تكون حافظ هو السي او 2 ده مش بيتكون من كربون اه يبقى اللي في اسمه فيه كربونيت يبقى بي بيكون co 2 هنا مغنيسيوم هيدروكسيد لا مش هيكون مغنيسيوم اوكسيد لا مش هيكون مغنيسيوم ترايسيليكيت مش هيكون co 2 اما المغنيسيوم كربونات هو اللي هيكون السي 2 تالت سؤال معانا بيقول لي اول اه اوف ذا فولوينج از كونسايدر فيزيكال انتاسيد اكسبت الكالسيوم كربونات لا ده الكالسيوم كربونات ده كان كيميكال مش فيزيكال فهو ده اللي احنا بندور عليه لان هو قال لي اكسبت عايز حاجه مش فيزيكال انتاسيد الالومنيوم هيدروكسيد قلنا ده بيشتغل كيميكال ويشتغل فيزيكال فمعانا المغنيسيوم ترايسيليكيت قلنا بيشتغل كيميكال وفيزيكال فمعانا برضه الجاستريك ميوسين ده هو اصلا كان فيزيكال بس فده معانا اصلا من يعني اول واحد فيهم معانا اما الوحيد اللي مش معانا هو مين الكالسيوم كربونيت بعد كده بيقول لي المغنيسيوم اوكسايد اولسو كولد ميلك اوف اقول له لا المغنيسيوم اوكسايد كولد ميلك اوف ماجنيسيوم لا ده هيدروكسيد هو اللي كان اسمه كده يبقى الاجابه فولس تمام تمام بعد كده نخش على اخر نوع معانا من الادويه وهو الميوكوزا البروتكتيف ايجنت دي عباره عن ادويه بتروح تحمي الميوكوزا بتاعه المعده نفسها مش بتشتغل بقى كيميكال ولا ولا بتشتغل على ستروز لا دي بتروح على الميوكوزا نفسها تقويها وتدعمها زي مين قال لك ثلاث حاجات اول حاجه اسمها سكر الفيت ثاني حاجه اسمها بروستاجلاندين انالوج ثالث حاجه اسمها بيسموس كومباوند تمام تمام اول حاجه سكر الفيت ده من اسمه سكر اول اربع حروف دول معناه ان هو سكروز فده سكر السكروز بعد كده عندنا اي ال ده عباره عن الومنيوم وهو عباره عن ملح الالومنيوم ألمونيوم سولت بتاع السلفيت سكروز تمام تمام الميكانيزم بتاعه ايه قال لك بص يا سيدي انا عندي دلوقتي الساكرال فيت ده لما يخش الاستومك تعال نرسم كده لما يخش الاستومك قال لك بيتكسر الساكروز ده سالب الشحنه ساكروز نيجاتيفلي تشارج يعني سالب الشحنه بيروح على البروتينات اللي موجوده في الالسر الالسر بيكون موجود فيها بروتينات بوزيتيف يعني موجبه فالسالب يمسك في الموجب والسالب يمسك في الموجب والسالب يمسك في الموجب فيعملوا شبه كده ايه شبه ما بقول لك سد او سور آه قدام الميوكوزا بتاعه المعده فيحميها فبنسميها برده ايه فيزيكال بارير عن طريق ان الشحنات الموجبه بتاعه البروتين اللي موجوده في الالسر مسكت في الشحنات السالبه بتاعه السكروز سلفيت عمل فيزيكال بارير قال لك كمان بيستيموليت البروستاجلندن والبروستاجلاندين ده قلت لك ان هو طيب بيحسن من الميوكوزا بتاعه المعده فبيعالج الالسر وكمان البايكربونات اللي هو عباره عن بيز قاعدة بيعالج الحموضة بتاعة المعدة. بعد كده بيقول إن السكرال الفيت بيتاخد واحد جرام أربع مرات يوميا على معدة فاضية، تمام مالكش دعوة يعني أنت بتدوز بال... بالدوز قوي مش مطالب بيها بعد كده بيقولك لك السايد افكتس قالك لك ان هو ممكن يعمل كونستيبيشن ما انا قلت لك فوق بقى ان ال... الكالسيوم و الاثنين اللي اتنين اي واحد فيهم بيعمل كونستبيشن فانت بتقولى ان ده ملح المونيوم يبقى هيعمل كونستبيشن قالك بتحصل في 2% في الميه من البيشنس اللي بياخدوا الدواء ده لان الالومنيوم بيبدا يمتص في الجسم والالومنيوم بيعمل كونستبيشن بعد كده عندنا البروستاجلاندين انالوج يعني ايه يعني الحاجات اللي مشابهه للبروستاجلاندين واحنا قلنا ان البروستاجلاندين ده بيحمي الميوكوزا بتاعتي قال لك العلاج ده اسمه ميزو بروستول يبقى الميزو بروستول عباره عن بروستاجلاندين انالوج قال لك از بروستاجلاندين اي 1 انالوج هو اسمه كده بروستاجلاندين اي 1 ده نوع من البروستاجلاندين يعني بيشتغل ازاي فاكر لما رسمت لك البرايتال سيل ورسمت لك على جنب هنا كده ريسبتور لوحده قلت لك ده اسمه بروستاجلاندين وكنا عاملينه لوحده لان ده الوحيد اللي لو اشتغل بيحمي الميوكوزا اه قالك ال ال العلاج اللي هو الميزوبروستول ده بيروح على الريسبتور اللي اسمه بروستاجلاندين بايند 2 البروستاجلاندين ريسبتور فيعمل ايه يقلل الاسيد سكريشن يبقى اول حاجه بيعملها بيقلد الاتش H... بيقلل الاتش سكريشن تاني حاجه بيعملها قال بيروح على الميوكوزا اللي موجوده على جدار المعده يزودها ويدعمها ويقويها يبقى قلل الاسيد وكمان زود او دعم الميوكوزا تالت حاجه بيعملها بيحسن البلد فلو اللي رايح للاستومك يبقى عمل ثلاث حاجات قلل الاسيد سكريشن زود الميوكاس زود البلد فلو قال لك بعد كده ان هو بيستخدم في النون ستيرويدال انتي انفلاماتوري دراج انديوسد بيبتيك السر يعني انت لو عندك بيبتيك السر سببها ان انت بتاخد نون ستيرويدال انتي انفلاماتوري دراج اللي قلنا عليه في الاول تستخدم مين من الادويه تستخدم البروستاجلاندين انالوج اللي هو الميزوبروستول بعد كده السايد افكتس بتاعت الميزوبروستول او البروستاجلاندين انالوج قال لك بيعمل ايه بيعمل دياريه بيعمل اسهال ضياريه بيعمل كرامبنج يعني تقلصات في البطن وجع في البطن أبدو من البين قال لك بقى المشكله الاكبر ان هو بيعدي الغشاء بتاع الرحم فلو في جنين جوه في الرحم لو خدته واحده حامل يعمل لها ابورشن اجهاض يبقى البروستاجلاندين ده خلي بالك ممنوع يتكتب مع البريجننت وومن ال الوح... يعني لما تكون واحده حامل ما تكتبلهاش بروستاجلاندين لان هو بيعدي للجنين وبيعمل ايه بيعمل ابورشن بعد كده عندنا النوع الثالث اسمه بيسماس كومباوندز البيسماس كومباوندز دي او اسمه بيسمس ساب ساليسيليت تمام تمام قال لك جديد بتتحلل في وجود الاتش سي ال تكون حاجه اسمها بيسمس ودي عباره عن ماده يعني عنصر العنصر ده بيكون حاجه شبه طبقه كده من المخاط والطبقه دي وظيفتها ان هي تحمي المعده من الاتش سي تمام تمام الميكانيزم بتاعه ايه قال لك بيكون بروتكتيف كوت او طبقه من المخاط على الجاستريك التر المنطقه اللي فيها القرحه فبيحميها من الـ من ان الاتش اس ال يجي عليها ويبدا يزودها بعد كده بيقول لك ان هو بيستيموليت البروستاجلاندين والميوكاس والباي كاربونيت قال لك بقى المهم في الـ في, الـ في ايه قال لك المهم ان هو ليه دايركت انتي مايكروبيال اكتيفيتي يعني بيروح يهاجم الميكروبات زي ايه زي الاتش بايلوري جرثومه المعده اللي اتكلمنا عليها في الاول فعشان كده لما نتكلم دلوقتي على جرثومه المعده هنعرف ان احنا بنستخدم معاها مين بنستخدم البيزمس كومباوند لان هو ليه تاثير مباشر على جرثومه المعده بيروح يقتلها تمام عشان كده هو جه بعدها قال لك بنستخدمه في علاج البيبتيك ألسر وكمان بنستخدمه كأنتي هيليكوبكتر كيموثيرابي يعني كعلاج مضاد لجرثومه المعده زائد انه اصلا في الاصل علاج للبيبتك ألسر بس السايد افكتس بتاعته ايه؟ امونيكال اودور يعني ايه؟ يعني ريحه شبه ريحه الامونيا كده بتبقى ريحه مش كويسه بلاك ستول وكمان تيس ديسكلوريشن دي السايد دي افكتس بتاعته بس دي تعتبر ماينور سايد افكتس يعني مش هي دي المشكله الكبيره يعني مش هتبوظ حاجه في الجسم يعني بعد كده بيقول لك ان الكرونيك تريتمنت لو خدت العلاج ده بتاع البيسمس ده لفتره طويله ممكن يسبب الانك فاكر لما قلنا على البروستاجلاندين بيعدي للرحم ويعمل ابورشن البيسمس بقى بيعدي للسي ان اس بيعدي للمخ في ممكن يعمل لك اغماء انكفالوسي عشان هو وصل للسي ان اس بس طبعا ده مع الاستخدام الطويل مش من مره اخر حاجه معانا بقى في المحاضره اللي هي ايراديكيشن اوف هيليكوباكتر بايلوري لو واحد عنده ايه جرثومه المعده ازاي نعالجه بص يا سيدي اولا ال الدوزز ال دي مش عليك اللي هي الجرعه والكلام ده وتاخده كام مره في اليوم والكلام ده مش عليك المهم بس تعرف الدواء اول حاجه بنديه حاجه مضاده للجرثومه الجرثومه دي هنديها حاجه مضاده ايه مضاده حيوي يعني اللي هو الكلاريسترومايسين او الاموكسيسيلين الاموكسيسيلين او الكلاليسروميسين وهندي بروتون بامب ان هيبيتور ليه لان الجرثومه احنا عارفين ان هي بتعمل ألسر فاحنا زياده تاكيد بندي معاها بروتون بامب ان هيبيتور عشان تعالج الالسر يبقى انا هدي بروتون بامب ان هيبيتور وهدي كلاليسروميسين اللي هو مضاد حيوي واموكسيسيلين ده الفيرست لاين ثيرابي يعني ده هتجرب كده في الاول لمده من اسبوع لحد 10 ايام طب ما نفعش تعالى نغير بعد كده من, من اليوم العاشر الى اليوم ال14 هتديه بروتون بامب انهبيتور برضو بس هتغير بقى المضاد الحيوي بدل ما كان كلاريسروميسن واموكسي او اموكسي موجود بدل ما كان كلاريسروميسن هتديله متر نيدازول ده مضاد حيوي واموكسي برضو زي ما هو والتترا سايكلين والبيسمس سابستريت يبقى انت هتديله في الاول بروتون بامب انهبيتور وكلاريسروميسن واموكسي سيلين بعد كده من اليوم العاشر الى اليوم ال 14 له بروتون بامب انهبيتور برضو ومترو نيدازول واموكسي سيلين وتترا سابستريت طبعا دي ادويه بس للحفظ يعني انت هتحفظ ان الفيرست لاين كذا السكند لاين كذا ما فيهاش حاجه فهم يعني فانت هتحفظ ان الادويه هنا كذا والادويه هنا كذا وخلاص قال لك بعد كده لو العلاج ده ما ينفعش يعني الفيرست لاين اللي عملته ده ما جابش نتيجه والسكند لاين ما جابش نتيجه هتعمل ايه هتعمل ريسكيو ثيرابي اف انيشال تريتمنت فيلز لو العلاج اللي احنا عملناه ده ما ينفعش هتشوف بقى هنعمل ايه دلوقتي اول حاجه هتدي بروتون بامب انهيبيتور برده زي ما هو عشان الالسر هتدي حاجه اسمها ريفا بيوتين والاموكسيسيلين مش واخد بالك ان الاموكسيسيلين موجود في كل اللاينز اللي خدناها في الاول والثاني وموجود معانا هنا يبقى الاموكسيسيلين ثابت والبروتون بامب ان هيبيتور برده معانا في كله هنا هندي مين بس زياده الريفا بيوتين بعد كده قال لك هتدي برده ممكن بدل ده تدي ده تدي برده بروتون بامب ان هيبيتور واموكسيسيلين برده زي ما احنا وليفو فلوكساسين ده الجديد علينا المره دي او اخر حاجه تدي بروتون بامب ان هيبيتور واموكسيسيلين برده اللي ثابتين في كل اللاينز وتدي كمان هتدي بروتون بامب واموكسي واموكسيسيلين لمده خمس ايام بعد الخمس ايام هتدي بروتون بامب انهيبيتور ومايسن والتيني دازول لمده خمس ايام تاني. يبقى انت خمس ايام هتدي فيهم دول وبعد الخمس ايام دول تدي المجموعه التانيه اللي هي البروتون بامب انهيبيتور والكلاريسرومايسين والتيني دازول وبس كده يعني هي عباره عن ادويه بس مجرد حفظ مش اكتر ممكن تكتبها كده في ورقه وتقعد تراجعها وما تحفظش برضو الدوزز 300 مللي ولا 500 مللي ما تحفظش الكلام ده تحفظ بس اسامي الادويه اللي في كل لاين وبس بعد كده بقى دي جداول ملخصه الكلام اللي فات كله من اول أنتي سكريتور دراجز والكلام ده مش طول عليك اكتر من كده لان وقت المحاضره زاد بس يا رب تكون فهمت حاولت افهمك كل اللي انا يعني اقدر عليه وبس كده سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته